بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. قبل 48 ساعة من مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي، الزمالك صاحب الأرض وحامل اللقب في مواجهة النادي الأهلي طبعا اللي بينافس على بطولة الدوري، واللي ظهر بشكل مميز جدا سواء الزمالك أو الأهلي، الاثنين ظهروا بشكل مميز في الجولتين. كل الكلام دوت وأسرار القمة وأخبارها وكواليسها والحكم كمان اللي هيدير مباراة القمة، كل ده هنقوله لكم طبعا. الجزء الثاني هيكون معنا اثنين من النجوم الكبار جدا اللي لعبوا للأهلي والزمالك، الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد صلاح. الأسبوع اللي فات كان معانا وكالعادة طبعا زي ما انتم متعودين، كان معانا الكابتن شريف الخشاب والكابتن مصطفى أبو الدهب، قالوا كلام مهم جدا. تعالوا نشوف قالوا ايه، وبعدين بقى نشوف أخبارنا ونشوف عندنا ايه النهاردة. الإدارة اللي بتختار مدرب، إذا ما كانت هي مختارة المدرب دوت وتيجي بعد شهر اتنين تمشيه، ده بيسيء للإدارة قبل المدرب. ليه؟ ده معناه إن أنت اختيارك كان غلط. أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، فين الاستقرار؟ فين الفرصة اللي بتديها الراجل عشان تحكم عليه صح؟ عشان تحكم عليه مش أقل من 10 ماتشات، دور كامل. الجزئية التانية، المدرب الجديد اللي بيجي عشان يقول إن المدرب اللي قبله مش كويس، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يمشي 20 لعيب ويجيب 20 جداد. طب أنت كده قضيت على الانسجام كله. في الأول قلت فعلاً ان فعلا ضد ثقه وثقل للتحكيم المصري فعلا، وده مهم جدا في البدايه ان انا ما اهزش الناس وما اهزش التحكيم. وانا رايي شخصي، انا بتمنى فعلا، وانا عايز اقول لك ان من اكتر الناس اللي كنت مهني جدا وكنت فرحان بقرار عدم الحكام الاجانب، وهنيت جدا محمود البنا على اداؤه في ماتش الاهلي، كان رائع ماتش الاهلي والزمالك. فانا يا ريتني كمل، يعني مش هيحصل حاجه، دي مباراه وهتخلص 3 بونت زي اي مباراه. يعني انت عندك واحد نجح بالظبط، فلما ينجح تكافئه انك تقول له السنه اللي بعدها متشكرين بقى نجيب اجانب. اكيد نجحت لجنه يعني الحكام، ونجح الحكام نفسهم في اداره مباراه الاهلي والزمالك، وزي ما قال الكابتن جمال، في ظل وجود الفار، في ظل وجود عدم الجمهور بشكل كافي، في ظل وجود المناخ المناسب للحكام انهم يطابوا المباراه بر الامان، نجحوا. فانا اديهم الفرصه بقى، واللعيبه ساعدتهم على فكره، اللعيبه اكافئهم بقى السنه، تقول استمر بالظبط. انما ما جيش بقى المكافاه ان انا اقول لا متشكرين بقى تعالى نجيب حكام اجانب. من فتره ما شفناش الاهلي في بداياته كده، رغم الموسم اللي فات الاهلي بادئ كويس قوي، في اول 5-6 ماتشات ولا 7 ماتشات كان بادئ كويس قوي، بيكسبها مكسب على طول كده. لكن السنه دي ليهم شكل تاني غريب، بتحس بيكسب بسهوله جدا، بيجيب جوان بسهوله جدا، برده لعيب لسه جاي في افريقيا ويبدا بهدفين في اول ماتش، بديه ثقه عاليه قوي. احمد عبد القادر بيظهر بشكل مميز مثلا جداً. لا، وجاب جون ايه ميكسوني يعني جاب بالزبط. احمد قادر جاب جون لعيب كوره، لعيب كوره وقف عليها ورقص واستنى. لا، ده لعيب تقيل كمان، لعيب عالي قوي. لا يعني نازل غيار كمان، يعني مش لعيب اساسي. لا، وتحس انه لعيب اساسي في الفرقه، ما تحسش ان هو بعيد عن عن الملعب، عنده ثقه وعنده جدا. لا، ادى كانه بيلعب في سموحه. الاهلي بادئ، انا كنت قاعد اتفرج مع حد حبيبي، فقلت له ادى كانه بيلعب. الميزه في مدرب الزمالك انه واضح انه قريب جدا من اللعيبه، قرب كويس قوي قوي من اللعيبه. برضو حته مكسب الدوري اداهم الفه مع بعض غير عاديه، وثقه في بعض كويس قوي. الراجل يعني رغم المشاكل اللي عنده ان مفيش تدعيم ومفيش لعيبه جديده جت ومفيش الكلام ده كله، لكن برضو محافظ على القوام الاساسي فرقه، وده على فكره ده مديله استقرار حلو قوي. وده انا متهيألي ان هو واخدين في استقرار في الفريق، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في زماننا احنا. طيب، ده كان كلام طبعا الكابتن شريف الخشاب والكابتن مصطفى ابو الدهب. في بعض الامور الخاصه بالقمه هنا، يمكن احنا بنتكلم في القمه بشكل مختلف، على الامور الفنيه والاسرار والذكريات هيبقى مع كابتن رمضان السيد والكابتن محمد صلاح. لكن بعض الامور الفنيه طبعا، او بعض الامور الخاصه بمباراه القمه دي اللي احنا بنركز عليها هنا في البريمو في اخبارنا. اول خبر يمكن هو ان محمد عادل
وده خبر احنا كنا قلناه الاسبوع اللي فات، بيقترب بشكل كبير من إدارة مباراة القمة. حكم محمد عادل بيقترب بشكل كبير من مباراة من إدارة مباراة القمة. تعالوا نشوف، احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات الكلام دوت، تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع بعض. وفعلا يعني في حالة كابتن شريف كابتن مصطفى اختيار حكم مصري، ففي حكمين الاقرب يعني. والله في كتير يا اسلام. انا بقول خبر. اوه لكن مش محمد عادل كويس او محمود عاشور، باعتبار ان في محمد الحنفي كان ادار قبل كده، وفي امين عمر ادار قبل كده، ومحمود البنا ادار قبل كده كويس، وابراهيم نور الدين ادار، دول الاربعه. وفي احمد الغندور حكم ممتاز. وفي احمد الغندور طبعا حكم ممتاز، بس يعني الاقرب في حاله اسناد هيبقى واحد من دول. واحد من دول، محمود عاشور او محمد عادل او محمد، والاثنين حكمين كويسين بصراحه فعلا. لا، وبعد محمود عاشور يعني على اعتبار ان دي اخر سنه لي تكريم ومحمد عادل باعتبار ان هو عامل موسم جيد وكان مرشح. حكام مميزين جدا على فكره، وصاحب قرار، وخد بالك حكام بتشوفش لون الفانيلا ايه. طيب ده كان يعني الكلام اللي كنا قلناه الخاص بالحكم طبعا محمد عادل، اللي هو الاقرب لغايه دلوقتي طبعا. لجنه الحكام برئاسه عصام عبد الفتاح ما اعلنتش طبعا القايمه، او ما اختارتش طاقم التحكيم اللي هيتم اختياره خلال الفترة او خلال الساعات اللي جاية. لكن زي ما قلت لك، هو محمد عادل هو الاقرب لادارة مباراة القمة. بكرة ان شاء الله، وبرضو قبل ما نتكلم في الاخبار الخاصة بماتش القمة، بكرة في ماتشات في الدوري الممتاز هنشوفها مع بعض. في المقصة مع سيراميك كليوباترا، والبنك الأهلي مع الإسماعيلي، والساعة 5:30 هيكون المقاولية العرب مع طلائع الجيش، والجونة مع فاركو، والساعة 8 هيكون بيراميدز مع الاتحاد السكندري. يوم الجمعة هيكون في سموحة مع الشرقية للدخان، وغزل المحله مع انبي، وفيوتشر مع المصري، وطبعا مباراه الزمالك مع الاهلي هتكون الساعه 8 على استاد القاهره. طيب الترتيب برضو علشان الناس قبل ما لازم تكون عارفه ان الاهلي بيتصدر طبعا المسابقه، وبيليه الزمالك، ثم بيراميدز، ثم الاتحاد السكندري، وغزل المحلة، وسيراميكا، والبنك الأهلي، والمقصة، ثم فيوتشر في المركز التاسع، المقاولون العرب في المركز العاشر، وإنبي في الحداشر، والمصري، وسموحة، ثم الجونة في المركز الأربعتاشر، والشرقية للدخان. والشرقية للدخان في اتجاه لتغيير الجهاز الفني بقيادة طبعا علاء نوح. واخيرا طبعا فرق والاسماعيلي وطلائع الجيش، والاسماعيلي طبعا في مفاوضات مع حمزة الجمل لخلافة طلعت يوسف كمدير فني. طيب اثير في الساعات اللي فاتت ان شيكابالا هيكون موجود في المباراة، مباراة القمة، هو تم استبعاده من القائمة. لكن من الناحية القانونية، وكنا أثرنا الكلام دوت، وكنا برضو الأسبوع اللي فات أثرنا الكلام دوت مع كابتن ثروت سويلم عضو رابطة المحترفين. وأنا دايما بحب الناس هي الخبرة هم اللي يتكلموا أكتر ما احنا اللي نتكلم، احنا بنقول الخبر أكتر وأفضل. لكن لما بتيجي بتتكلم في رأي قانوني أو رأي جدلي، بحب أجيب طبعا المسؤول أو الخبير. معايا الاستاذ طلال عبد اللطيف طبعا خبير اللوائح. استاذ طلال برحب بيك. كابتن اسلام وحشني، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله بخير.
استاذ طلال، هو شيكابالا استبعد من القائمه، لكن في حاله لو كان الزمالك يعني اصر وتمسك بوضعه في القائمه، وفي حاله لو كان شارك في المباراه، هل مشاركته كانت هتكون صحيحه ولا ولا لا؟ ما بتكلمش طبعا على الامور الفنيه، بتكلم من الناحيه القانونيه طبعا، بعد حصوله على قرار من مركز التسويه والتحكيم ببطلان قرار ايقاف. طيب اجاوب اتفضل. بص يا اسلام بالراحه كده بهدوء، عشان الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه 50,000 مره. واحد، هل التحكيم اجباري ام اختياري؟ ده السؤال الاولاني بطلبه. أيوة على الملأ. انا ما بتكلمش على يعني هو انت جاي اتفضل. انا بس وانت جاي. طيب اذا كان التحكيم اجباري يبقى انت بتتكلم كلام غير الحقيقه خالص. التحكيم اختياري والا نلغي القضاء العام. اذا التحكيم اختياري ادي نمره واحد. نمره اثنين، لما اتعمل مجلس التسويه والتحكيم كان من شروطه شرط المشارطه او شرط او مشارطه في التحكيم، شرط او مشارطه في التحكيم. ده نمره اثنين اهو، انا بشرح من الاول. يبقى لازم كنا انا وانت متفقين لما نختلف هنروح فين. ده شرط التحكيم. مشارطة التحكيم ده ما اتفقناش نقول بعد ما نتخانق نروح فين. ده مشارطة التحكيم. ثلاثة، اللائحة اللي بتقيد العلاقة بتاعة اتحاد الكورة مع مركز التسوية والتحكيم قالت ايه؟ المادة 45 انا قريتها معاك 50,000 مرة. قالت ان انا حضيف، هم جابوا اللائحة الاسترشادية. اتحاد الكورة جاب اللائحة الاسترشادية وقام ضايف عليها كم نقطة من ضمنهم ان هيتعامل ب التسويه والتحكيم بفض المنازعات شريطه ان تعتمد هذه اللائحه من الجمعيه العموميه. يبقى شرط اساسي في اللائحه اتحاد الكوره اللي هي شغاله لحد دلوقتي ان عشان انا اعتاد التسويه والتحكيم يبقى اللائحه دي لازم تعتمد بالجمعيه العموميه، واللائحه دي الى الان لم تعتمد بالجمعيه العموميه. يبقى هياخد بكلام التسويه والتحكيم ليه؟ يعني انت مع يعني راي اتحاد الكوره ان ما ينفعش ان انا ارجع لمركز التسويه والتحكيم. انا شرحتها اهو، ان اللائحه الماده 45 من لائحه اتحاد الكوره اللي هي طالعه في 2017 اللي اتحاد الكوره شغال بيها لحد دلوقتي، حط الاعتماد حط منازعات التسويه والتحكيم شريطه ان تعتمد هذه اللائحه من الجمال عمري. حلوة قوي. طب هو ليه اتحاد الكورة اعترف بقرار بطلان او عدم احقية الزمالك بالحصول على 8 مليون جنيه من احمد الشناوي فترة من الفترات، لما كان ثروت سويلم مدير تنفيذي لاتحاد الكورة وهو عضو الرابطة حاليا، وكان وقتها المجلس السابق. تمام. وهل تم التنفيذ؟ ايوه تم التنفيذ. الفلوس رجعت واستؤنف والزمالك ما خدش الغرامه، ما خدش حاجه من احمد الشناوي. استؤنف، والنهارده يمكن الاستاذ كمال شعيب اللي هو المحامي الخاص كمان بشيكابالا كان بيتكلم على ان الزمالك استأنف على الغرامه وحصل كمان على قرار من مركز التسوية والتحكيم بأحقيته مرة تانية في المبلغ. لكن بصرف النظر، أنا بتكلم في نقطة، أنت النهاردة بتقول لي حضرتك أن مركز التسوية والتحكيم ما تمش اعتماده من الجمعية العمومية. اللائحة بتاعته. أوكي ماشي. أيوة، في لائحة اتحاد الكورة من الجمعية العمومية لاتحاد الكورة. بالضبط يا فندم. وبالتالي لو شيكابالا كان شارك ده كان هيعتبر نادي الزمالك مغلوب، او يعني ايا كان بقى حسب لائحه المسابقات. انت فاكر بتروجيت السنه اللي فاتت؟ ما اسمعني بس اكمل الفكره اللي انا بكمل. انا هوصلها لك نفس المعنى. طب هو اشمعنى دلوقتي؟ طب ما وقتها برضه ما اتحاد الكوره ما كانش لسه او ما تمش لغايه دلوقتي اعتماد على القرار او اعتماد لائحته من الجمعيه العموميه، واعترف بقرار مركز التسويه والتحكيم. ارد عليك؟ اتفضل. في صيغه تنفيذيه طلعت الحكم ده؟ طبعا. لا طلع. وانا بقول لك في صيغه تنفيذيه.
بص يا فندم، بص يا فندم عشان نبقى معايا في الصوره واحده واحده بالراحه. ما بقول لك على بتروجيت الاتحاد الكره ما بيحضرش اي بتاع ده اشكاليات له عند مجلس التحكيم، ما بيحضرش. يوم بتروجيت ما حضرش، وبتروجيت خد الحكم ببطلان مصابه الدوري وما انتفش. تعالى بقى للصيغه التنفيذيه. اتحاد الكره عمل تسويه، التحكيم عمل تقليعه جديده. التحكيم في جميع دول العالم درجه واحده من التقاضي. التحكيم في جميع دول العالم درجه واحده من التقاضي. احنا عملنا تقليعه، فعملنا اولى وثانيه استشاريه واول درجه واشكال واستئناف. وبعد كده ثاني درجه اعمل ايه بقى؟ دعوه بطلان. وبعد ما اعمل دعوه بطلان اروح اعمل صيغه تنفيذيه. طلع صيغه تنفيذيه مين؟ من المحكمه المختصه وليس من مركز تسويه التحكيم. وبالتالي هات الاربع سنين اللي فاتت دول كم حكم اتنفذ في تسويه التحكيم؟ انا بتكلم في واقع الوقت. انا بحط لك وقائع اهو، انا بقول لك الحكم بتاع ما انا بكلمك. طب هو اشمعنى قرار ثواني بس، اشمعنى قرار الغرامه يا فندم الخاص باحمد الشناوي اتنفذ؟ هو الزمالك ما خدش، ما خدش يا فندم. وانا بقول لك ما انتفش. لا اتنفذ، هو الزمالك ما خدش اي مبالغ ماليه من احمد الشناوي. وانا بقول لحضرتك لحد النهارده في صيغه تنفيذ الحكم. ايوه بس اتنفذ يا استاذ صلاح. اتنفذ هننفذ ودي بقى يا جدعانه. انا بتكلم على القانون يا استاذ. ما هو اللاعب ثواني بس يا استاذ صلاح. اللاعب المفروض كان طالع له قرار بالايقاف وانه ما يشاركش مع فريق. تمام. اللاعب شارك مع فريق. تمام. وبناء على القرار اللي كان واخده من مركز التسويه والتحكيم واتلغى 8 مليون جنيه اللي كانت اللي اقرها اتحاد الكره وقتها لنادي الزمالك. انا بتكلم في الازدواجيه في التعامل مع القرار. ده بقى يرجع للساده اللي هم اداروا اتحاد الكره، ما حطوش معيار. انا بتكلم لغه القانون اللي مكتوب في القانون ايه. اما ما يجي واحد بقى هيشتغل بهوا ده كلام تاني. لا يا فندم، انت واحده من الاثنين، لا تعترف في صوره التحكيم ما تعترفش. طيب ما هو ده اللي حصل بقى، ما هو ده اللي انا بقوله يا استاذ صلاح. يا اما انت حضرتك بتعترف بكل قرارات مركز التسويه والتحكيم، بس الغيها خالص وفقا وعلى فكره الدكتور اشرف صبحي اللي هو وزير الشباب والرياضه لما سئل في اخر جلسه كان موجود فيها مع لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب لما حازم امام طبعا عضو مجلس الشعب والنجم الكبير طرح الاستفسار الخاص به ان مركز التسويه والتحكيم هل هو ملزم ولا لا؟ الدكتور اشرف صبحي رد وقال له ان هو ملزم. طب الفيفا فاكر عمرو الجنايني السنه اللي فاتت لما جت تعليمات من الفيفا وقال له انا رجعت عشان اعمل جمعيه عموميه برجع للجنه الاولمبيه للتسويه والتحكيم، قال له ايه اللي وداك هناك؟ ولا نسيتها؟ انا عمرو الجنايني. ايوه ايوه. بص يا فندم، اتحاد الكوره بياخد تعليماته من الفيفا، ملوش دعوه لا بالتسويه التحكيم ولا له دعوه باللجنه الاولمبيه عندك. هتقول لي بقى ده بيطبق وده ما بيطبقش. هو ثواني بس. نعم. تاني هرجع، هو وقت ما تم ما اعترفوا بالقرار بتاع مركز التسويه والتحكيم. ايوه. كان وقتها ايه بيعملوا ايه؟ ده كان جاي من الفيفا ولا كان جاي منين؟ برضا الفيفا، عدم رضا الفيفا. يعني ايه عدم رضا؟ هو الفيفا يا استاذ طلال، هو الفيفا لا يعترف اصلا يعني هو صاحب القرار بالظبط. بص يا فندم، الفيفا نظامها كالاتي، انك بتعمل لجنه انضباط جوه تفضي منازعات جوه الهيئه نفسها وبتطلع منها على الاتحاد الدولي وتطلع منها على المحكمه الرياضيه. اما حكايه التسويه التحكيم اللي احنا عاملينها هنا الفيفا مش معترف بيها عشان ما عندك فكره، مش معترف بيها. ماشي، ما انا مش مختلف معاك يا استاذ طلال. طيب يا اما تعترف بيه زي ما انت اعترفت بيه قبل كده في قرار احمد الشناوي. ايوه. يا اما ما تعترفش بيه نهائي. مين اللي اعترف بيه؟ ايام احمد الشناوي. ما هو مين هو اتحاد الكوره. مين فيهم؟ كان ثروت سليم هو المدير التنفيذي. طب يسال بقى الاستاذ اللي هو ثروت، انت اعترفت يعني بيه. نحاول نجيب يا جماعه الكابتن ثروت سويلم، ما هو الحمد لله عضو رابطه المحترفين دلوقتي. ماشي، والرابطه ما لهاش علاقه دلوقتي ان الحدث ده قبل الرابطه، لكن انا بقول لك الماده 45 من اللائحه قالت ايه؟ واضحه وصريحه، وانا قريت عندك قبل كده 50,000 مره. المنوط بتطبيق القرارات اتحاد الكوره اللي ما بيديرش المسابقه ولا رابطه المحترفين اللي بتدير المسابقه؟ حاليا الرابطه.
طب هو الرابطه النهارده مطلعه ان احنا مالناش دعوه بمشاركه شيكابالا او برافع الايقافه، ده اتحاد الكوره هو صاحب القرار. ما هيقول لك الحدث ده تم قبلنا، قبل الرابطه ما تتكون، قبل ما يبقى في رابطه. لا بجد هيقول كده يعني؟ قلت لك طب انت مصدق وان في الكلام ده ولا هيقول لك يعني انا النهارده الرابطه هي اللي بتدير المسابقه باعتبارها من تاريخ انشائها هتبقى هي اللي بتدير الرابطه. طيب ماشي، ما انا النهارده صدر القرار امتى؟ قرار مركز التسويق والتحكيم بتاع ايه فيهم؟ بتاع شيكابالا ولا بتاع شيكابالا؟ ما بقى له شهر باين تقريبا. طيب انا قلت ساعتها يوم ما قالوا شيكابالا راح يرفع قضيه غلط انه هيروح التسويق والتحكيم وهيعمل ازمه بلا داعي. ليه ازمه بلا داعي؟ ليه هو مش موجود يا استاذ صلاح؟ هو مركز التسويق والتحكيم ده مش موجود في قانون الرياضه؟ موجود اي فندم. طيب حلو قوي يا استاذ صلاح، خليني اكلمك بمنتهى الوضوح. نادي الزمالك فتره من الفترات لما كان بيبقى في يعني مطالبه او في انفعال، وخليني اكلمك بمنتهى الامانه والوضوح، يعني وقت ما كان مرتضى منصور بيطلع وبيتكلم في وسائل الاعلام واحيانا كان بينفعل وبيحصل مشاكل والكلام ده كله، كنتوا بتقعدوا تقولوا يا جماعه خلي نادي الزمالك ما حدش يطلع يتكلم في وسائل الاعلام، خلي نادي الزمالك يتبع الاجراءات القانونيه. سواء بقى كان خاص بايقافه، سواء خاص بقضايا اخرى، كنا وقتها بنقول ان لازم يتم اتباع الاجراءات القانونيه. طب جت لجنه دلوقتي واتبعت الاجراءات القانونيه لا بنشوف حسين لبيب بيطلع يتكلم، ولا بنشوف يعني قلما الناس بتطلع بتتكلم، وبتتكلم بشكل معين يعني او بشكل ما كان يجب اللي يعني الناس او اللي الناس كانت بتطالب بيه. طيب انت دلوقتي نادي الزمالك اتبع الاجراءات القانونيه وفقا لقانون الرياضه وبناء على اعتراف سابق من اتحاد الكره بقرار خاص بمركز التسويه والتحكيم اللي هو خاص بالشناوي، ثم بعد كده تفاجأ ان القرار ما بيطبقش اللي هو القرار الخاص بمركز التسويه والتحكيم. لائحه الزمالك اللي اتلغت كان فيها شرط بالنسبه للتسويه والتحكيم في التعاقدات فقط. ماده 4 في لائحه الزمالك، وبالتالي اذا كان نفذ التسويه والتحكيم نفذ الى هذه الماده اللي هي ماده اللائحه بتاعت الزمالك اللي تم الغائها. واضح يا فندم؟ اذا التعاقدات موضوع احمد الشناوي وفلوس او لاخره كان في نقطه في اللائحه بتدي اباحيه لكده. ده لائحه نادي الزمالك وليس لائحه الكوره. خلي بالك حضرتك فرق بين الاثنين اهو. ده لائحه الزمالك يعني خلاف هنا ما بين اللاعب وما بين الزمالك على عقد راح الاتحاد تحكيم ايماء على لائحه الزمالك القائمه. اتلغت اللائحه دي ورجعنا للائحه الاسترشاديه اللي هو شغالين بها الزمالك دلوقتي. اللائحه الاسترشاديه دلوقتي اللي اتحاد الكوره مش معترف بيها. فقال له لا تروح تاخدها بعدين نعتمدها الاول في جمال عمري. وضحت الصوره كده؟ يبقى وقت احمد الشناوي كان الماده هي موجوده اهي بتاع التعاقد، دلوقتي لا مفيش ماده كده. نعمل ايه؟ هي المشكله ان هي المساله بتبقى على حسب الاشخاص يا استاذ. بص يا فندم المساله مش كده خالص، مش انا مش عايز تحط ايدك في الكهرباء ليه؟ ما تحط ايدك في الكهرباء. تحط ايدك الكهرباء تطلع كل اللي هو سيب والنبي يا استاذ صلاح، سيب كهرباء في اللي هو فيه. هقول لك يا فندم حط طلع كل اللوائح، كل اللوائح فيها خلل يا استاذ اسلام. انت لو رجعت الاسبوعين ثلاثه اربعه اللي فاتوا دول هتلاقي خلل جامد جدا في الانتخابات، مش عايز اخش فيها دلوقتي، لكن النتيجه ايه؟ ان اللوائح كلها خلل يا عم، ورقنا نشوف طلعوا اللوائح كلها تراجع من تاني وشوف مدى مطابقتها ايه، ونحط اسس تشتغل عليه. ما حدش بيعمل الكلام ده. انت بتكون مين دلوقتي؟ هتكون موقف بتاع شيكابالا، هيعدي موقف شيكابالا وبعد كده؟ لا انا ما بتكلم، انا ما بتكلمش عشان شيكابالا، انا عايز على فكره على فكره بس انا بتكلم لو لاعب في الاهلي نفس القصه، لو لاعب في المصري نفس القصه، عشان انا عارف الناس هتقعد تشتغل اصل انت علشان زملكاوي، لا اصل انت عشان اهلاوي، لا هي انا بتكلم في قضيه ليها علاقه بالقمه، وزي ما بكلمك او مباراه القمه، انا بتكلم على مباراه القمه، بتكلم بتناول يمكن شويه مختلف، ان انت النهارده ده لاعب مهم ومؤثر ومن اهم اللعيبه في فرقه معينه، ماليش دعوه بالالوان، يعني يطلع شيكابالا ده في الاهلي في الزمالك
ايا كان، لكن انا بتكلم في جزئيه ان انت النهارده فتره من الفترات اعترفت بمركز التسويه والتحكيم ودلوقتي لا تعترف بيه. دي كل القضيه، دي كيفيه الاداره. انا بتكلم على اداره، احنا فتره يعني بدايه الموسم دوت تم التاكيد على تطبيق الحياديه والعداله وتكافؤ الفرص في ما بين كل الفرق. فده اللي انا بتكلم فيه. بس بص يا كابتن اسلام، انا مش مختلف معاك، انا مختلف على الاساس اللي هنمشي عليه. ان القضيه اللي انت بتصعدها دلوقتي دي هي زيتها 48 ساعه ولا الماتش بتاع بعد بكره؟ شيكابالا له حق، شيكابالا ملوش حق. انا ما بتكلمش عشان الماتش، انا بتكلم بشكل عام القاعده عموما بقى. بالظبط، خد دي واستغلها كقاعده. هل الموضوع شيكابالا هينتهي بعد بكره ان هو مش هيلعب الماتش وديا من نادي الزمالك وانتهينا؟ تعالوا نخش رسمي، ما نحط قاعده يا جماعه، ما نحط قاعده نشتغل على ضوء. احنا خايفين نحط قاعده ليه؟ احنا بقالنا سنه مش عارفين نعقد جمعيه عموميه لاتحاد الكره عشان نعتمد لائحه. سنه مستنيين ايه؟ اللائحه اللي معتمده، اللي هي معتمده من الفيفا لحد دلوقتي احنا ما نشرناهاش ليه؟ وهو ده اللي لخبطنا. طب اللائحه الجديده فيها مجلس صوت تحكيم ولا ما فيهاش يا استاذ اسلام؟ فيها، ما ننزلها، ما ننشرها، احنا مستنيين ايه؟ بص يا فندم، تعالى نستغل الموقف، احنا نخلق قاعده نمشي عليها. القاعده المشكله ليست مشكله لاعب هيلعب بعد بكره، هي مشكله قاعده بعد كده. الزمالك هيطبق اللائحه، هتطبق اتحاد الكره هينفذ ولا لا؟ هو ده السؤال. استاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، انا طبعا بشكرك، ودي قضيه مهمه جدا. انا بتكلم على واحد هيطلع يقول لك انت اصل زملكاوي، لا اصل اهلاوي. هي دي يعني بقينا بنحصر القضايا الكبيره اللي هي ممكن بتقوم عليها مسابقات او بتقوم عليها نتائج مهمه في خاصه بمباريات، خاصه بتكلم على تطبيق رياضه، عايز تطبق رياضه وعايز تطبق دوري بشكل سليم، ما تهتمش بالشكل بس. يعني ما تهتمش بالشكل بس، لكن تهتم ايضا بالمضمون. والمضمون دوت ان انت النهارده بتعترف في فتره من الفترات هي حسب المزاج. وبرضه للمره المليون، مش علشان خاطر شيكابالا. شيكابالا لاعب مهم جدا طبعا، يعني من اهم اللعيبه في تاريخ مصر. لكن انا بتكلم يعني لو قفشه، لو كهربا، لو اللي ليه حق لازم ياخده. لكن مش فترة من الفترات أطبق، لا نيجي بفترة تانية لا ما نطبقش. هو نفس القرار، وهي نفس الهيئة، وهي نفس التعامل. ده يمكن أول قضية خاصة بمباراة القمة، وخاصة بنجم كبير اللي هو شيكابالا. بس هي القضية ملهاش علاقة بالنجم الكبير، ليها علاقة بتطبيق القرار. وتيجي النهاردة تبص على الرابطة، هو مين اللي بيدير المسابقة؟ مين صاحب القرار في ان لاعب يكون موجود او ما يكونش موجود؟ هل اتحاد الكرة ولا رابطة المحترفين؟ ولا بد من رابطة المحترفين وعناصرها واعضائها ناس محترمين جدا برئاسة احمد دياب، ان هم يخرجونا يقولونا يا جماعة اللايحة ايه؟ يعني اللايحة اللي هم ماشيين عليها ايه؟ المفروض ان رابطة المحترفين ديت ليها لائحة نظام اساسي، ملهاش علاقة بلائحة المسابقات اللي هي بتنظم المسابقة. فدي من ضمن الامور اللي برضو لها علاقة او قبل 48 ساعة من مباراة القمة. بعد الفاصل هقول له خبر مهم جدا عن محمود عبد المنعم كهربا. طيب التشكيل ممكن يكون الاقرب سواء للزمالك او للاهلي، ده طبعا هنناقشه مع الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد صلاح.
طيب كهربا طبعا مش هيكون موجود بكره في او مش هيكون موجود في معسكر بكره الخاص بمباراه القمه، رغم ان هو سجل او ظهر بشارك في مباراه المرج وسجل في المباراه الوديه، لكن موسيماني لغايه دلوقتي واخد قرار انه ما يعتمدش على كهربا خلال الفتره اللي جايه، وكهربا متضايق جدا من اتهامه بتسريب الاخبار. وخلي بالك ان المؤتمر الصحفي والطريقه اللي ظهر بيها موسيماني ما اتهمش كهربا وبس. انت لو ترجع للمؤتمر الصحفي وتركز فيه كويس قوي هتلاقي ان كان هو تقريبا في حد قال للموسيماني علشان تخوف الصحفيين ومحدش يسالك اطلع هاجمهم او اطلع اتبع الاسلوب اللي كان بيتبعه مانويل جوزيه. زمان مانويل جوزيه لما كان حد يساله حاجه، وهي دي بقت موضه بعض المدربين، تيجي تساله عن مثلا تغيير معين يقول لك انا غيرت بمزاجي. طب يا حبيبي بتحضر المؤتمر الصحفي ليه لما انت مش عايز حد من الصحفيين يسالك؟ ولا انت فاكر لما هتسال الصحفي لما هتتكلم بشكل فيه تجاوز او انك تهاجم الصحفيين كمدير فني محدش هيقدر يكلمك او محدش هيقدر يرد عليك، باعتبار ان انت محمي بقى في النادي اللي انت بتدربه سواء اهلي او زمالك على فكرة. بس الواقع كانت خاصة بالمدير الفني للنادي الاهلي. وخلي بالك، وده انا بكلمك معلومات وبقول لك معلومات من داخل النادي الاهلي، موسيماني متوتر جدا بسبب طبعا الانتقادات اللي تعرض ليها خلال الفتره اللي فاتت، الى جانب ان هو لما اتهم كهربا، وده مش كلامي على فكره ده كلام مسؤولين داخل النادي الاهلي، وعشان ما حدش يطلع يقول لي مين المسؤولين عشان اعرف كويس قوي الناس بتفكر ازاي، لان ما فيش صحفي يعني ممكن حد او ممكن ان هو يكشف عن مصادره، يعني مستحيل. واللي انا متاكد منه ان الصحفي وزميلنا احمد الخولي اللي اتكلم او سال موسيماني عن ما الوعد اللي هو وعده الكهرباء ده طبيعي، لكن القضيه مش في سؤال الصحفي. وعلى فكره موسيماني قال له انت من حقك وانت بتعمل شغلك بشكل كويس لان انا اتفرجت على المؤتمر الصحفي. لكن موسيماني اثار قضيه تانية ما حدش اتكلم فيها برضه، احد برضه الصحفيين والناس ركزت على كهربا سالوا على محمد هاني، فكان رد موسيماني ان قال له من امتى محمد هاني يعني بيأدي بشكل كويس، ودي عملت أزمة داخل النادي الأهلي خلي بالك خلال أو عملت أزمة لدى محمد هاني. وعلشان مش كل برضو عشان حضرتك تبقى في الصورة، ودايما أنا بركز على الجزئية دي، مش كل اللي بيقوله المصدر هو صح ومصدق بيه. كهربا لما نزل التويتة دي أو هتفتكر إن كهربا ما بيتكلمش مع صحفيين، لا بيتكلم مع صحفيين حتى وإن كان طلع بيقول ده. واوعى تفتكر ان في الزمالك ما بيتكلموش مع صحفيين، ده وضع طبيعي جدا، لان هي دي العلاقه دايما بتكون متواجده او مستمره ما بين اللاعب وما بين الصحفي. وانا يعني بشتغل بقالي 20 سنه في الشغلانه ديت، فطبيعي ان انت تجيب معلوماتك، لكن مش الطبيعي ان كل ما مدير فني يتسال في مؤتمر صحفي يطلع يهاجم ويعمل فيلم عشان يداري على أمور فنية تانية، علشان يداري على مشاكل تانية. ولو أنت اتكلمت، لو أنت اتكلمت السوشيال ميديا تشتغل عليك واللجان تشتغل عليك وبعض البرامج أو بعض القنوات تشتغل عليك، لكن أنك أنت لما تيجي تتكلم في خبر لا. طيب انا معايا مكالمه مهمه جدا من الكابتن ثروت سويلم عضو رابطه المحترفين. كابتن ثروت برحب بيك. كابتن سلام ازيك حبيبي؟
ازي حضرتك عامل ايه؟ كويس؟ تمام. هل خلاص تم الاستقرار على طاقم التحكيم ولا لجنة الحكام هي اللي هتعلن طاقم التحكيم المصري اللي هيدير مباراة القمة؟ كابتن ثروت سمعني كده؟ كده سمع حضرتك. بقول لك اكيد لجنة الحكام المنوط بيها ادارة التحكيم في مصر هي اللي هتعلن طاقم الحكام مين، لكن هو طبعا طيب نحاول نجيب الكابتن ثروت سويلم لان طبعا هتبقى مكالمه مهمه جدا، لكن هرجع لفكره ان يا جماعه يا اما نلتزم بالمؤتمرات الصحفيه بعد المباريات يا اما ما تتعملش. انها مش كل مدير فني يا جماعه، المدير الفني اللي شايف ان هو مش هيبقى قد الرد على اسئله الصحفيين، ده الصحفيين بيسالوك في ايه يعني؟ ده بيسالوك في الكوره، ما بيسالوكش في حاجه يعني في اختراع. ده بيسألك انت لعبت ازاي، خرجت مين، هو انت مش عارف ترد على دي كمان يعني المؤتمر الصحفي، ويجي في الاخر يوم قال لك دي الفوضى. الفوضى بتبقى خارجه من بعض المدربين اللي بيرفضوا ان حد يوجه لهم اسئله، دي اسئله عاديه جدا. ده انا في مره من المرات انا اذكر ان انا كنت واقف بعد ما اتغلبنا منتخب مصر من الأردن في أول مباراة كانت ودية لكوبر، أنا هاجمت كوبر بشدة في المؤتمر الصحفي وكوبر رد بمنتهى الاحترام. فده إنما بقى في ناس أحيانا عايز يبين للمدير الفني إن أنا خايف عليك، فأنت أول لما الصحفيين يهاجموك وبالذات لما تكون بتأدي بشكل وحش أو مغلوب في ماتش يبقى تهاجمهم. والظاهرة اللي احنا ما بنشوفهاش غير يمكن في الدوري المصري وبعض الدوريات العربية، إن المدير الفني أول لما بيتغلب في ماتش ما بتشوفوش في المؤتمر الصحفي، يبعت بقى المدرب العام يبدأ يمكن شوية. وقت من سنة كده بدأ يتم فرض عقوبات مالية على المديرين الفنيين اللي ما بيحضروش المؤتمرات الصحفية. فإذا العلاقة لازم تبقى العلاقة محترمة ما بين المصادر سواء مسؤولين سواء مدربين وما بين الصحفيين، لكن طالما ما فيش تجاوز يبقى الأمر عادي. خلينا ارجع لك بقى للاخبار الخاصه بمعسكر النادي الاهلي. وانا قلت لك ان زي ما موسيماني متوتر، كارتيرون الناحيه الثانيه قلقان بشكل كبير جدا، ونتيجه المباراه ديت هيكون ليها دور كبير في تحديد مصير المدربين، مش بعدها على طول برضه، علشان الناس ما تاخدش كلامي كده ان انا بقول في حالة خسارة الأهلي أو حالة خسارة الزمالك هيتم إقالة أي من المدربين، أنا ما بقولش الكلام ده، لكن هيكون ليها دور في التعامل جوه سواء مع كارتيرون في تثبيت قدراته. واحد هيقول لي هو كارتيرون محتاج إن هو يثبت نفسه بعد ما خد الدوري؟ محتاج. نفس الأمر بالنسبة للموسيماني. والمعلومات، انا بكلمك بمعلومات، المعلومات ان كارتيرون لديه رغبه في الرحيل عن نادي الزمالك في حال تغيير اداره النادي، رغم ان مرتضى منصور الحاصل على قرار بعودته مره تانية لرئاسه النادي اكد على ان هو لا مساس بالمدير الفني. وانا قلت لك الكلام دوت هنا قبل كده. نفس الامر لموسيماني، وموسيماني ده سبب توتره ان عنده معلومات إن بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي لا يرغبوا في استمراره، وهو ده كان سبب توتره على فكرة. وأنا بقول لك معلومات، والدليل إن موسيماني عقد جلسة مع أحد الإعلاميين الكبار جدا الكبار جدا المنتمين للنادي الأهلي، وقال له أنت بتهاجمني ليه؟
وتحديدا قال له هو انت عندك تعليمات انك تهاجمني؟ وهي سابقه يعني الاول مره تحصل. انا عارف ان الكلام ده طبعا حد هيطلع ينفيه والكلام هيتقص، الشغل ده انا حافظه يعني. لكن عموما المباراه هتبقى مؤثره، وده خبر انا بقوله لك، سواء على موسيماني او على كارتيرون في حاله خساره اي منهم. خلينا ناخد الكابتن ثروت سويلم. كابتن ثروت برحب بيك. حبيبك تسلم، ازي حضرتك؟ الله يخليك، ربنا يخلي حضرتك. حضرتك كنت بتقول لي ان لجنه الحكام هي المنوطه طبعا باعلان طاقم التحكيم. تمام تمام. لكن انت حضرتك كان سبق وقلت لي ان انت كان عندك رغبه من وجهه نظرك علشان تشيل الضغوط من على الحكم المصري ان يكون حكم اجنبي. لكن لا اللي لا 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 خالص. اتفضل. انا دايما مؤيد الحكم المصري طبعا، بس انا قلت لحضرتك او قلت لو كان هناك في يوم من الايام بنجيب حكام اجانب فكانت الحكام الاجانب ده مش تقليدا من قيمه الحكم المصري، لكن بالعكس انت حافظا على الحكم المصري، لان دايما بنيجي على الحكم المصري رغم ان الحكام المصريين افضل حكام في افريقيا. لكن يا كابتن اسلام في ماتشات ليها حساسيه معينه فبتبقى حفاظا على الحكم المصري. لما نادي كان بيطلب خلاص، طالما النادي طلب حكام اجانب وبيدفع قيمه وجودهم في مصر هنا فهو وشانه. لكن انا مع طبعا مع الحكم المصري دايما يعني. طيب كابتن ثروت، برضو ما اثير خلال الساعات اللي فاتت وانا كنت سالت حضرتك قبل كده فيما يخص مشاركه شيكابالا، هو استبعد من مباراه القمه او نادي الزمالك استبعده علشان ما يعملش مشكله وبعيدا عن اللغط والجدل يعني. وكان معايا من شويه الاستاذ طلال عبد اللطيف وقال لي ان اتحاد الكوره لسه ما تمش اعتماد يعني الاعتراف بقرارات مركز التسويه والتحكيم في لائحته الخاصه بالجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. هل دلوقتي المنوط بان لاعب موقوف ان يتم مشاركته في المباريات ده خاص باتحاد الكره ولا برابطه المحترفين؟ بص يا كابتن اسلام، انا برضو هكلمك مش كعضو في الرابطه، هكلمك كنائب في المجلس النواب، كراجل كنت موجود في اتحاد الكره سنين طويله. بكلم حضرتك ان في بدايه انشاء مركز التحكيم في تبع اللجنه الاولمبيه انا من الناس اللي كانت موجوده في النواب في لجنه الشباب والرياضه في الدوره البرلمانيه اللي فاتت، وكنت بطالب بتغيير بعض مواد قانون الرياضة، لأن موضوع لجنة التحكيم كل احترام للقائمين بلجنة التحكيم ناس من مستشارين على أعلى مستوى، لكن في حاجات معينة كابتن إسلام في لوائح في اتحاد الكورة ملهاش علاقة بالقانون. يعني المادة 64 في لائحة المسابقات بتقول أنت ليك كلاعب عندك عقوبة، ليك حق التقاضي لجنة التظلمات في لجنة الأول لجنة الانضباط في الاتحاد الكورة، وبعدين في لجنة الاستئناف اللي بيرؤسها خبير ومستشار كبير ليه اسمه المستشار عادل الشربجي، كان نائب رئيس نائب رئيس محكمة النقض. المستشار عادل الشربجي اسم كبير جدا في القضاء. فأنت عندك درجات التقاضي في اتحاد الكورة، مش عاجبك قرار لجنة المسابقات لجنة الانضباط موجودة، ثم لجنة الاستئناف اللي هي أعلى حاجة في اتحاد الكورة. طب قرار لجنة الاستئناف برضو ما عجبكش كلاعب كورة أو كمدرب أو كحكم أيا كان القرار ضد مين، عندك المحكمة الدولية. ده الكلام ده اللي ماشي في اتحاد الكورة. طيب هل ما كانش في قرارات من لجنة التحكيم قبل كده ولجنة التسوية والتحكيم قرارات قبل كده ولم يؤخذ بيها؟ عشان الناس ما تقولش إيه ده شيكابالا ده نادي الزمالك ده الراجل ده اهلاوي بيتكلم عشان اهلاوي. الكلام ده يا كابتن ملوش علاقه بالانتماءات. الكلام ده انا بكلم حضرتك انك انت النهارده لما كل واحد هيرجع للتحكيم وفي لائحه بتحكمك كاتحاد كوره وكلائحه مسابقات فبيبقى في تضارب في القرارات، والا كان قرار عبد الله السعيد اللي تغريم عبد الله او النادي الاهلي ايا كان كان الوضع ايه كان تم تنفيذه في اتحاد الكوره، او قرار الداخليه او قرار بتروجيت في الصعود والهبوط. يعني كانت في قرارات تخص انديه بحجم كبير يا كابتن اسلام. عشان كده انا قلت كلامي يا جماعه عن الموضوع. انا طيب وقرار احمد الشناوي برضه قرار احمد الشناوي، ما انا بقول لحضرتك لا قرار احمد الشناوي الزمالك كان واخد قرار من اتحاد الكوره بتغريم اللاعب 8 مليون جنيه ولجنه التحكيم وقفته. طيب بس تم الاعتراف بقرار لجنه التحكيم.
مين اللي قال كده؟ وحتى بدليل ان اللاعب شارك في المباراه. اللاعب شارك واللاعب ما توقفش اصلا من اتحاد الكوره. لا كان طلع وقتها قرار يا اما هو بتبقى معروفه ان اللاعب يا اما بيدفع يا اما بيتوقف. ما توقفش يا كابتن اسلام وما طلعش قرار بايقافه. ايوه بس وقتها الزمالك اتحاد الكره اعترف بقرار لجنه التسويه والتحكيم. بص يا كابتن اسلام انا ما اعرفش، لكن انا بقول لك لو اتحاد الكره كان اعترف بحكم او بقرار لجنه التحكيم في حاله معينه فيستوجب عليه قبول حاله شيكابالا. طيب حضرتك كنت وقتها المدير التنفيذي لاتحاد الكوره ولا لا؟ لا ما كنتش. لا يعني لا مش كده. ما فيش قرار يا كابتن اسلام طلع من التحكيم اثناء تواجدي في اتحاد الكوره ونفذ، لان اتحاد الكوره اتحاد كان ليه قراراته وليه ادارته وبتتعامل وفقا لائحه الاتحاد الدولي، فانت ما تدخلش الموضوع. يعني انا مش بتكلم عليك انت، لا يعني احنا مش بنفصل بعد اذن حضرتك ان احنا بنتكلم بصفه عموميه دلوقتي. لا انا من الحاجات اللي طالبينها في لجنه الشباب والرياضه تتغير من المواد اللي مطلوبه التحكيم، لانك انت بتطلب ان التحكيم ده يكون تابع لاحد اجهزه الدوله، مجلس وزراء بقى، وزاره العدل. ليه؟ عشان يبقى انت تابع الدوله او قراراتها ما فيهاش اي نوع من 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 يعني من الاحتماليه. لا انا في قرار دوله، زي النهارده لما محكمه بتصدر حكم، محكمه تبع وزاره العدل وتبع المجلس الاعلى للقضاء، ده وضع مختلف تماما. انا النهارده بقول لحضرتك كل احترام للجنه الاولمبيه واحترام لمركز التسويه والتحكيم، لا انا بقول لحضرتك مجلس النواب ولجنه الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي الكلام ده حضر معانا في مناقشه المواد اللي احنا بنطالب بيها، من ضمن المواد دي موضوع مركز التحكيم. فعشان بقول لحضرتك ان نادي الزمالك اتصرف تصرف محترم وقال لك عشان ما نخشش في صراعات يمكن استبعد شيكابالا زي ما انت بتقول، انا ما اعرفش، لكن انا بقول لحضرتك لا اتحاد الكوره مش تعنت في موضوع شيكابالا ومش بدافع عن اتحاد الكوره، لكن بقول لك ده في لائحه وفي الماده 64 وبقولها لك صراحه. تمام يا كابتن ثروت، انا بشكرك طبعا. كابتن ثروت سويلم عضو رابطه المحترفين، وردا على فكره التعنت فيما يخص قرار ايقاف او الاعتراف بقرار يعني حرمان الزمالك من شيكابالا في مباراه القمه او في المباريات الخاصه بالدوري الممتاز، انت بتجيب الطرف وبتجيب الطرف الاخر. هطلع فاصل واستقبل طبعا النجم الكبير الكابتن رمضان السيد والنجم الكبير الكابتن محمد صلاح. هيستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة 123 واللي هتجمعهم مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، فقمة من نوع خاص نظراً للندية والإثارة اللي بتحظى بيها لقاءات قطبي الكرة المصرية، وبيعتبرها الجمهور بطولة من نوع خاص والفوز بها مهم لكلا الفريقين. القمة رقم 123 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بتعد المواجهة رقم 31 في تاريخ مواجهات القطبين في شهر نوفمبر، بعد ما سبق والتقى الفريقين في 30 مواجهة سابقة. كانت الأفضلية فيهم من حيث النتائج للفريق الأحمر اللي حقق النصيب الأكبر من الانتصارات بمواجهات الشهر الحالي. أول قمة جمعت الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر كانت بتاريخ 17 نوفمبر 1922، وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر بشكل عام بتاريخ 27 نوفمبر 2020 في نهائي القرن في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الشهيرة اللي سجل فيها محمد مجدي أفشة هدف الفوز وقاد فريقه للتتويج بالنجمة التاسعة في مشواره القاري. على مستوى الدوري المصري كانت آخر مباراة قمة جمعت بين الفريقين بتاريخ 4 نوفمبر 2004 وفاز الأهلي بنتيجة 4-2 في هذه المواجهة، ليبقى التفوق الأكبر للأهلي في تاريخ لقاءات القمة بشهر نوفمبر، وبيحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً. اهلاوي
لسه مكملين معاكم وانضمنا طبعا النجمين الكبيرين الكابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي والكابتن محمد صلاح. كابتن رمضان برحب بيك. الله يخليك يا اسلام. والنجم الكبير الكابتن محمد صلاح طبعا نجم نادي الزمالك والمدرب طبعا المتميز والاثنين مدربين متميزين مدرب جدا. مدرب كبير ربنا يخليك يا كابتن صلاح منورنا ودايما الله يخليك يا كابتن اسلام ربنا يخليك. الماتش اصعب على مين يا كابتن رمضان؟ اللي الماتش اصعب عليه هو اللي يبدا الكلام. يعني انا في رايي ان المباراه الحقيقه هي صعبه على الفرقتين لكن انا في رايي يمكن اكتر على النادي الاهلي لان صعب على النادي الاهلي لان انت بتتكلم في مباراه الاسماعيلي اللي هي بدايه المسابقه ويمكن اعتقد ان انا كان في مداخله معاك يا اسلام وقلت لك ان الاسماعيلي مش في حالته وساب مساحات كتيره قوي لخط وسط النادي الاهلي ومهاجمين النادي الاهلي عشان كده مثلا تو احرز هدفين وضيع اربع تجوال مثلا من يعني من ضمنهم برشتاو فالمباراه الحقيقه يمكن من فتره كبيره جدا كان موسيماني ما كانش عمل الشكل اللي لعب بيه مباراه الاسماعيلي. اولا لاعب ضاغط وخطوطه كانت قريبه من بعض وساعدته دي ان هو ينفذ الضغط وساعدته ان هو يستخلص الكوره في اقل وقت. كان توصل مثلا ايه 15 ثانيه بالكثير في مباراه الاسماعيلي. اعتقد احنا كنا بنقول برضو في مشكله عند موسيماني. طبعا انا يمكن في ناس بتقول انت بتهاجم موسيماني. انا ما بهاجمش موسيماني قد بالعكس انا يمكن المدرب الوحيد اللي كنت بدافع عنه في بدايه ما جه استلم المهمه بتاعته لكن في اخطاء كتيره موجوده الحقيقه. مباراه قلنا ايه قبل مباراه البنك الاهلي قلت لك يا اسلام اي فرقه او اي نادي هيضيق مساحات وهيلعب زي نص ملعب الحلول اللي بتتوجد من المدرب مش موجوده فبالتالي انت بتعتمد على حل فردي الحل او حل فيما استخدام المهاره مثلا عاليه قوي فدي مشكله يعني دي مشكله الحقيقه كبيره جدا زائد النواحي الحقيقه الدفاعيه زي ما قلت لك الخطوط الممدوده دي انت بتلاقي نفسك فرقه النادي الاهلي بتعمل هجمه ويعني الكروس بتعمل عشان شريف هيجيب جول وتلاقي بدر بنون وايمن اشرف وباك من الباكين لا اما اكرم لا اما علي معلول تحت وعلى 18 عند الشناوي ودي طبعا مساحات اي حد بيستغلها يعني اي حد بيستغلها باستثناء مباراه الاسماعيلي اللي هي البدايه اللي هو فعلا ضيق مساحات وعرف يضغط وعرف يستخلص الكوره وفي نفس الوقت كان عنده العنصرين الجداد تاو مكسوني ده رغم ان انا في رايي لغايه دلوقتي مكسوني في المباراتين ما قدمش نفسه يمكن فعلا طبعا يمكن بيرستاو الحقيقه قدم نفسه في مباراه الاسماعيلي واحرز هدفين وكان متحرك بشكل كبير جدا. كابتن صلاح يعني البعض بيقول ان بيرستاو ومكسوني دول هيكونوا البعبع بتوع النادي الاهلي وبتوع موسيماني في ماتش القمه وان الزملكاويه خايفين من الاثنين دول بشكل كبير. انا مش عارف مين في الزمالك اللي خايف. انا مش خايف. انا زملكاوي مش خايف. لا شوف هو مفاجاه الاسماعيلي دي كان يعني مفاجاه واللي ساعد على كده زي ما الكابتن رمضان قال مستوى الاسماعيلي او المساحات اللي عملها لعيبه الاسماعيلي مع السرعه بتاعتهم ويمكن تاو بس اللي ظهر شويه ما شفناش الاثنين غير في الرقصه بتاعتهم. لكن بص يا اسلام دايما كان يقول لنا ايه مباراه الاهلي والزمالك ليها ناسها فناسها دي بالنسبه انا بتكلم على الاهلي وطبعا مش يعني المفروض انا اتكلم على الزمالك لا 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 احنا ما عندناش كده لا مش قصدي يعني انا مش عايز حاله المعسكر او لا لكن انا بقول من وجهه نظري انا الاهلي المفروض انه يبدا باخر تغييرات عملها في الماتش بتاع البنك الاهلي زي الشحات وشريف ورجع قفش 10 بص انت فكرتني يا رمضان انت بتلعب بلاي ميكر وينج رايت او وينج ليفت ما ينفعش ما عندوش الامكانيات دي خالص وخاصه في الماتشات الكبيره دي يعني مثلا تصور انت تروح جايب اوباما خلاص تقول له العب وينج ليفت يبقى انت فقدت الميزه اللي فيه لكن هو عملها في الاسماعيلي كويس لان المساحات وفاجئ الاسماعيلي براسين حربه والاسماعيلي ما يعرفش يلعب بثلاثه ورا
او عبال ما كان الجونين جم، لكن دي مش هتمشي في الزمالك، دي مش هتمشي في الزمالك. انت شفتها، فانت هتعمل حسابها سواء اللي هيبداوا او شريف او الشحات اللي هيبداوا، فانت بتعمل حسابك لو الاثنين دول لعبوا يبقى مين اللي هيغطي، مين ينزل طارق حامد، القصه دي. لان كمان الاهلي في ماتش الماتشين حتى الماتشين، وان نجحت في الاسماعيلي ما نجحتش في البنك، الثلاثه اللي اتعمل الجديد ومش متطبقه كويس، اللي هو حمدي ينزل يلعب سيرد باك او ليبرو والباكين يروحوا، الباكين ما بيروحوش، فانت فقدت الطريقه اللي انت محتاجها اللي هي 3 5 2 او 5 3 2 ايا كانت. يعني النادي الاهلي احسن شويه كان في الاسماعيلي عن البنك الاهلي، عشان كده ده بسبب ان الاسماعيلي كان فاتح الملعب، فاتح البنك الاهلي قفل، فعمل زي خنق الملعب بلغه الكوره، عشان كده الفوز جه متاخر قوي. لعبت الزمالك اللي المفروض اتكلم عليها، عندها حر، الراجل مديها حريه حركه يا اسلام، يعني ما تضمنش زيزو هنا ولا هنا، بس لما زيزو يخش جوه معروف مين هيروح هنا، بن شرقي دخل جوه مين هيروح هنا، لان الحريه دي بتدي نوع من الهدوء في التفكير، فبتلعب الكره سلسه. ده الفرق اللي بين الاهلي والزمالك في الماتشين اللي فاتوا، رغم الاهلي جاب جون اكتر. بس مش عايزين نتكلم على اسماعيل كتير، اسماعيل ان شاء الله راجع. انا بكلمك على الفوقان، وانت كنا هنقول الماتش ده ملوش فوقان والاوحش بيكسب، لكن حريه الحركه في الزمالك احسن من النادي الاهلي. ثبات تشكيل الزمالك احسن من ثبات تشكيل الاهلي. دكه الزمالك احسن من دكه الاهلي؟ والله انا يعني في الماتشين، لكن هم اعتقد ال 11 باستثناء مثلا هاني لعب في الماتش الثاني وخرج، محمد هاني حصل تغييرات في النادي الاهلي. نادي الزمالك غير، دايما بيغير هو ثلاثه او اثنين في الاخر خالص، بيلعبوا ثلاث دقائق اربع دقائق الله اعلم ليه، لكن ممكن يكون بيجهزهم. التغيير الوحيد اللي كان حصل اوباما لما قعد لعب مصطفى فتحي، والماتش الاول عبد الشافي، وبعدين رجع فتوح لان كان كان عنده ثلاث انذارات. فالتشكيل بتاع الزمالك ثابت زي ما انت حضرتك قلت قبل ما نطلع، ان الاهلي في فتره كان ثابت، كان كل الناس عارفه التشكيل بالزبط. الزمالك دلوقتي، ويمكن انا قلت لك هنا ان انا فرحان ان ما فيش قيد، صح دي حاجة. مش عشان حاجه، لا عشان نعمل ثبات للتشكيل. انا كنت بتكلم انا كابتن رمضان قبل ما اخش، ان في زمالك في عنده 20 لعيب دول اللي بيتحركوا فيهم دلوقتي، ومعروف مين اللي هيبدا، ومعروف التغييرات بالظبط، التغييرات بقدر الامكان. يعني انا بقول لك في 3 4 بينزلوا مثلا او 2 3 في الاخر 90% بيلعبوا دقيقتين او دقيقتين حاجات طارئه، يعني بيعرف يتعامل معاه. هدوء الراجل، في بقى المشكله بين الكوتشين، ما لسه ده سؤالي. خلاص يبقى انا خلصت، يعني انا سؤالي وانا عايز حضرتك يعني تحلل لي كارتيرون وتعامله في المباريات، وكابتن صلاح هيحلل موسيماني. ماشي، عشان ما يبقاش كارتيرون الحقيقه يعني اعتقد ان هو من الموسم اللي فات في شكل لاداء نادي الزمالك، يمكن هو اساسا بيعتمد ان هو على النواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا، ان هو ما بيسيبش مساحات خالص، يعني بيحب ان هو وهو حتى بيهاجم بتلاقي مضيق مساحات، وفي نفس الوقت يعني هو التزام. حتى عينيه كمان مع اللعيبه بتاعته، يبقى في التزام من طارق حامد، او في التزام من امام، ما حد في ما حدش يزيد، او السيرد باكين، او حتى باك مثلا بيطلع والمكان بتاعه فاضي او المساحه بتاعته فاضيه، لا هو لازم يقفلها، فدي عاملها بشكل كويس قوي، وخلاص اللعيبه حفظت شغله الحياه الدفاعي. حتى حمزه المسلوسي لما بيزيد بحساب بالظبط، لان هو المسلوسي الحقيقه حمزه اعتقد ان هو قريب قوي من النواحي الدفاعيه اكتر من النواحي الهجوميه، فهو بيستخدمه ان هو بيقفل له الحته دي. طبعا الحته دي فيها علي معلول، واعتقد ان علي معلول طبعا معروف ان هو مفتاح لعب كبير جدا 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 في تيم النادي الاهلي، هو يعني يمكن المسلوسي الحقيقه مش هياخد واجب هجومي، يعني هو هيبقى مهمته ان هو يقفل الجنب دوت الحقيقه مع طارق حامد. طارق حامد برضك بيميل عليه، فحتى في الماتشات الاهلي الاخيره الحقيقه يبقى المسلوسي وطارق حامد وزيزو بيعرف يعمل الارتداد وبيعرف يعمل الواجب الدفاعي بشكل كويس.
النواحي الهجوميه يمكن انا بقول ان في النادي الزمالك انا في رايي ان الراجل محفظ لعبته خمس جمل بس بتتنفذ في كل الاهداف اللي جابها نادي الزمالك في الموسم اللي فات في الدور الثاني وبدايه الموسم دوت. لا في شغل بتلاقيه موجود من احمد ابو الفتوح مع ربط مع اشرف بن شرقي بمسانده امام عاشور، في شغل بيتعمل ما بين الحقيقه المسلوسي واحمد سيد زيزو مع اوباما. يعني دايما انت بتلاقي هو مقسمهم مجموعات بالظبط. انت دايما بتلاقي يعني بيبتدي مثلا يعمل استحواذ ويحضر، مش بيحضر كده مجرد ان هو بيحضر، لا ده بيحضر عشان يحط على حاجه على بن شرقي وتلاقيه رايح فاضي. أيوة. ورايح في مساحه فاضيه يحط على تمريره على زيزو، وبرضك نفس الحكايه الاثنين عندهم المهاره والسرعه فبرضك هو بيستخدمهم بشكل كويس قوي. اوباما يعني هو بيعمل له 10 بشكل كويس قوي، لان اوباما بيخش 18 كتير من الـ من الـ من اللعيبه اللي بيعملوا رقم 10 بيخش 18 كتير قوي. انت ممكن تلاقي اوباما مثلا في المباراه داخل له مثلا مش اقل من 15 كوره داخل ال 18 وبيتعامل كمان يعني لا وبيهدف يعني يعني بيهدف بالظبط بالظبط يعتمد عليهم بالظبط. يعني بقى طارق حامد اللي هو بياخد الواجب 6 واللي هو ما بيتحركش خالص من المنطقه دي عشان ما تفضاش. وامام عاشور الحقيقه بيستخدمه في ان هو يعمل مسانده على الجنبين اذا كان اشرف بن شرقي او احمد سيد زيزو او اوباما، وكمان بيقربه من التسديد لانه مميز جدا في التسديد. برضو زي ما قلت لك يمكن الونش انا في رايي مع محمود علاء، يمكن علاء ابتدى يرجع لفورمته تاني من الماتشات اللي لعبها رجعته للحاله البدنيه اللي هو كان عليها وهو كويس الحقيقه الموسم اللي فات. طيب كابتن صلاح موسمين هو فاصل لا انا مش هفكر، انا عايز اقول لك دلوقتي خد فاصل بعد الفاصل. كلام مهم جدا، واضح ان الكابتن صلاح يعني ايه مجهزه لان خد نفس عميق كده اول لما قلت له موسم. يعني بعد الفاصل فيشهد لقاء القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي مساء الجمعة صراع من نوع خاص بنكهة تونسية بين حمزة المسلوسي ظهير أيمن الفريق الأبيض ومواطنه علي معلول ظهير أيسر أصحاب الرداء الأحمر. وبيعد المسلوسي ومعلول أحد نجوم منتخب تونس في الفترة الأخيرة، ويكون الصراع مثير بين الثنائي التونسي لفرض السيطرة على هذه الجبهة، خاصة أن معلول أحد أهم مفاتيح اللعبة في القلعة الحمراء. كمان المسلوسي تطور مستواه بشكل لافت في الفترة الماضية. معلول صاحب 31 عام انضم للأهلي في صيف 2016 وساهم في تحقيق العديد من البطولات بالقميص الأحمر، على رأسها حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، بجانب الحصول على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والتتويج بلقب الدوري 4 مرات وكأس مصر مرة والسوبر الإفريقي مرة. وشارك معلول في اللقاءات الأربعة اللي خاضها الأهلي هذا الموسم، سواء مباراتي الدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي أو لقاء دوري أبطال أفريقيا أمام الحرس الوطني بطل النيجر، وسجل معلول أول أهداف الأهلي بالدوري من ضربة جزاء. في المقابل انضم المسلوسي صاحب 29 عام للزمالك مطلع الموسم الماضي وحقق لقب الدوري الممتاز مع الفريق بعد ما قدم أداء متميز في الجولات السبعة الأخيرة وأقنع جماهير نادي بعد البداية المهزوزة. المسلوسي أيضاً شارك في اللقاءات الأربعة اللي خاضها الزمالك في الموسم الحالي أمام تذكر الكيني بدوري الأبطال وأمام إنبي وطلائع الجيش بالدوري، وظهر بصورة مميزة.
لسه مكملين معاكم مع النجم الكبير طبعا كابتن رمضان السيد والكابتن محمد صلاح. كابتن صلاح موسيماني، انا قبل كده اتكلمت مع حضرتك هنا، هو الفتره دي يعني بعد ما خسر الدوري والسوبر فاقد ثقه بمعنى هو كان بينه وبين اللعيبه كيمياء في الاول. دلوقتي انا من مشاهده قلت سنه في بعض اللعيبه او مبقاش في ثقه ان انا هلعب امتى او مش هلعب امتى، كويس هيلعب ولا مش هيلعب، ودي ترجع له طبعا. الاخطاء اللي كانت بتحصل في الملعب تشكيل او تغيير وهو المسؤول عنها اختلت في كل في معظم المباريات. يعني انا بتكلم هو كمدير فني هو حر، بس انا بشوف الكويس بيطلع يا اسلام خلاص. التغييرات مفيش ثبات في تشكيل بقدر الامكان نقرا تصريح مثلا مش عاجبه بنون مثلا محمد هاني مش كويس، ده قال تصريح في المؤتمر بتاع كهربا، انا مسميه مؤتمر كهربا مش مؤتمر ما بعد مباراه الاهلي والبنك الاهلي، الاسئله كلها كانت هو اللي حولها خلاها كهربا يعني. قال حاجتين مهمين جدا، حد ساله على محمد هاني فقال له محمد هاني هو من امتى بيلعب كويس، رقم واحد. رقم اتنين، حد هو تفاخر قال انا عندي محمد شريف هداف الدوري وبقعده على الدكه. هل الكلام ده طبيعي ان مدير فني عنده هداف الدوري؟ مش طبيعي طبعا، مش طبيعي طبعا، هيقعده على الدكه. ده انا اتمنى ان يكون عندي هداف يلعب الدوري. لا ما دي لا انا دي مش ما انا بقول لك هو بص هو جه النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي ده بياخد مثلا البطولات وبيكسب ماتشات كتير. لما حصل تصادم في المباريات او العلاقه اللي بينه وبين اللعيبه اعتقد الثقه قلت شويه، لان هو صدامي. يعني مثلا لما يجي اللعيب يشتكي لك يقول لك انا ما بلعبش ليه يا كابتن رمضان، انت بتاخده على جنب تقول له لا الظروف ان شاء الله انت ماشي كويس، انت عندك اللي تديله ايحاء ان هو ممكن يلعب في اي وقت، لما يجي يلعب هيخدمك نفسيا كويس قوي. لا هو لا وما يحسش ان انت مضطهده او في حاجه شخصيه، لا هي كلمتين بتهدي يا اسلام. حتى عن طريق مثلا هو غالبا المدير الفني هو اللي بيبقى علاقته باللعيبه اكتر من مديرين الكوره مثلا او المشرفين. فدي فادها بعد خساره الدوري اللي ما كانش متوقع. على فكره هو يسال في الجيش والجونه مباراه من التشكيل او التغيير او التغييرات يعني. جه فتره ديانج ده احسن واحد في الملعب بيطلع، ده ماتش الجيش ما لعبش خالص، كهربا يجيب جون او اتنين الماتش اللي بعديه يقعد. محمد شريف الفخر انت بتقول عليه ده استحاله اكون انا عندي المجموعه دي او انا بكسب باستمرار بالمجموعه دي واقول لك انا فخور ان انا معاد احتياطي. لا ده حاجه نفسيه او شخصيه. الاخطاء اللي في الملعب اثناء اداره المباراه كلها موجهه للاحتياطي، مش الاحتياطي كمان يعني سامي قنصار والجهاز المعاون. طب مين في دول، وانا كنت بتكلم مع كابتن رمضان فيها، اللي هينقل المعلومه للعيبه وخاصه لما اكون متعادل او خسران. طب ما الناحيه الثانيه في الزمالك ما عندهمش مدرب عام ينقل المعلومه، كابتن واقف على الخط على طول وهادي ومديك الثقه، هو علاقته كمان قويه باللعيبه حلو قوي. يبقى هنا الثقه اللي بقول لك اللي بين المدرب او مدير الفني واللعيبه في الزمالك اقوى شويه، وخاصه على لان انت واخد بطوله وبادئ كويس. النادي الاهلي خسر بطوله وخسر ماتش الجيش، فحصل فيه ايه هزه، وبعدين كلام كتير، الراجل قاعد مش قاعد، ده ماشي مش ماشي. كل يوم بنقرا عروض للعيبه مثلا في الخليج. كل خلي بالك كل المدرب محمد طاهر ايوه كل لعيب يعني يبقى بينه وبين بقول حضرتك خبر طاهر محمد طاهر عنده عرض من الامارات ومتضايق ان هو ما بيلعبش الفتره اللي فاتت. بس شوف هقول لك على حاجه، بس احنا عايزين نبقى شغال زي اوروبا، انت لعيب بس واتمرن كويس عشان هتلعب. فانا بقول لك الكلمتين بيهدوا، لكن ما تجيش تقول مثلا وخاصه لما يكون لعيب وحش يا اسلام خلاص لازم تعامله كويس عشان يرجع لك تاني، انك هتحتاجه. فطاهر ده انت لعبته اساسي ماتشات كتير جدا جدا، حتى كان وحش ما بيطلعش، فجاه انت قعدته خالص
ما ينفعش. انا مش عايز اقول لك يعني في مدربين فنيين مثلا يجي رئيس النادي يقعد يتكلم معاه فلان ده ما بيلعبش ليه. يعني اقول سياده المستشار اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه بيتدخل في الفرقه بيقول لك لاعب فلان يجي يقول لك هو اسلام ما بيلعبش ليه؟ ما بيجيش التمرين ولا مقصر ولا هو مصاب ولا ايه عشان اقدر احاسبه؟ وده من حق رئيس النادي وما قالكش لعبه. اه بيتكلم من الناحيه الاداريه التزام والنفسيه للعيب. ما انت جديه جايب لعيب مثلا بسي 5 مليون وفي نفس الوقت بيحس المدرب ان القرار مش يعني بتاعك بتاعك. بس انا عايز اعرف منك انت ما تلعبوش الولد مقصر انا اخصم منه فلوس او انت قول لي ده ما بيجيش ولا انت مضطهده. حلو اصل مضطهده خلي بالك بتبان انت طول ما انت كويس. يعني احنا مثلا نقول ايه شريف ما يقعدش ليه؟ بطبعه مكر التهديف طبعا. فانت هتقعده هتخسر هتخسر اهداف. حتى لما جه لعب بعد فتره جاب جون فمش عايزين لما المصريين عاطفين ان انت تجيب جون تبقى انت رايح للاتجاه اللي انت ضده. وانا بقول لك الراجل صدامي يعني ما عندوش الليونه في الكلام. هو بس في حاجه يا اسلام واحنا بنتكلم على الاخطاء الفنيه الحقيقه اللي كانت موجوده في خلال الدور الثاني وخلال مباراه السوبر الحقيقه المصري. النادي الاهلي بيمتلك لعيبه دلوقتي يمكن الموسم اللي فات كان بيضطر مثلا يبقى حد بعيد عن مستواه ويديله يلعب لان ما كانش فيه بديل بره زي مثلا طاهر على فترات زي حسين الشحات على فترات زي الحقيقه يعني الاثنين دول ها الاثنين دول كان في ياسر كهربا كهربا على فترات وكان برضك بيديله. النهارده انت عندك الست صفقات اللي انت جبتهم او خمس صفقات اللي انت جبتهم تقال جدا لعيبه تقيله يعني لغايه دلوقتي احمد عبد القادر الحقيقه لعيب كوره لو خد لو خد بشكل اساسي وبشكل مستمر لعيب كوره عنده كوره يعني ما تقلش عن قفشه. يعني انت لو احتاجته في مركز 10 هيعمله لك 10 على 10 لان هو عنده الامكانيات دي عنده امكانيات اللي هو بصير كويس قوي ويحط لك كرات بينيه وبيعرف يجيب جول وبيعرف يجيب جول لان هو حتى في ادائه مع نادي سموحه الحقيقه الموسم اللي فات سجل كتير. فبرضه انت عندك دلوقتي عناصر كتيره ما تحتاجش بقى ايه يبقى عندك لعيب مش موفق وبتديله ودي هتبقى في صالح النادي الاهلي بيمتلك مش اقل من 22 لعيب 23 لعيب حقيقه على مستوى عالي جدا جدا. لكن هتفرق في القياده الفنيه تفرق ان انا لو اشتغل الحقيقه وانا بدير الماتش بالظبط اداره 90 دقيقه زي ما اشتغل في مباراه الاسماعيلي وكلنا الحقيقه ما حدش يقدر يقول على الصح غلط. لا في مباراه الاسماعيلي ادى زي ما قلت لك الحاجات اللي هي كانت موجوده والاخطاء اللي هي كانت موجوده الفنيه اللي هي حته التقارب الخطوط وانك تضغط. النادي الاهلي كان من افضل الفرق في الدوري المصري بيضغط ويستخلص الكوره في سنوات كتير جدا بتلاقيه. وكمان ده في مواسم الحقيقه انا بتكلم مثلا 10 ثواني او 15 ثانيه ده في موسم كان 4 ثواني وبيستخلص الكوره. لما التزم بديت خلاص بقى ليه تواجد في الملعب وفي نفس الوقت اتحطت الفرقه المنافسه تحت ضغط طوال مثلا ده حوالي 60 دقيقه محطوطين تحت ضغط الاسماعيلي. فبالتالي نجح ان هو يحسم نتيجه المباراه. زائد زي ما قلنا كلنا لازم نعترف ان لا مش هو ده نادي الاسماعيلي بدليل ان هو في مباراه السيراميكا الحقيقه برضه نفس الحكايه هزيمه وهزيمه. يعني السيراميكا كان ممكن يكسب بسكور كمان. فعشان كده انا بقول ان النادي الاهلي بيمتلك مجموعه من اللعيبه المميزه جدا 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 وتقدر تستخدمهم بشكل كويس قوي وتقدر تعمل نتائج ايجابيه على طول باداء كمان. انا في رايي كمان انك انت اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي ممكن تعمل لك كمان المتعه يعني مش الاداء يعني اداء بنتيجه ايجابيه بمتعه تستمتع زي ما في مواسم كتير جدا كان جمهور النادي الاهلي بيروح يستمتع بالاداء. انت لو بتتكلم احتمالات كبيره جدا يا اسلام الحقيقه ان هو هيلعب ثلاثه في وسط ملعب السوليه وديانج وحمدي فتحي دي لازم يبقى فيه علي معلول واكرم توفيق يبقى واخدين الواجب الهجومي بشكل قوي جدا جدا جدا. ما عندوش الواجب الهجومي ما هو لا هو لما بياخد يعني اكرم انا عندي انا بقول لحضرتك معلومه وانت حضرتك وظفها فنيا هو واخد تعليمات ان يقف لاشرف بن شرقي. ما هو 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 بص انا اقول لك حاجه من دي معلومه حضرتك بقى ده هيفيد بقى النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه
لا هو هو ولا انت ولا ساعتها النادي الاهلي هيشتغل ازاي؟ لا هو في حاجه بس انت النهارده اكرم توفيق لو عمل ايقاف للحقيقه بن شرقي ده يبقى نجاح كبير جدا، وهو عنده الحته دي هو متفوق فيها على اي حد. يعني هو حتى المرات اللي لعب على بن شرقي كان عمل تفوق، في مباراه ترجي كان عمل تفوق في مواقف واحد ضد واحد في المباراتين الحقيقه. فهو ممكن يستخدم اكرم توفيق الحقيقه في حته مواقف واحد ضد واحد وهو متميز فيها دفاعيا، لكن هو برضك عنده في نفس الوقت لان هو هيكون متامن بالسوليه او حمدي فتحي هو اللي هيكون مامنه، فبالتالي ممكن ياخد الواجب الهجومي ويعمله بشكل كويس. طيب كابتن صلاح، الماتش ده بيفكرك بحاجه؟ كنت بتلعب انت في الماتش ده تقريبا؟ انا ماتش الناشئين قدام، لا مش شايف والله. اه ايه بتاع ده 83 اعتقد، ماتش 83 84 كام من النتيجه عشان افتكر بس، عشان رأس 83 84 ده اللي خدنا فيه الدوري. اه ده بتاع الناشئين، حسن الناشئين، ده 3-2 3-2 اه ده طارق اثنين وناصر عبد اللطيف، طارق خليل ده صح؟ طارق خليل اه طارق خليل طارق خليل اه طارق خليل ومحمد السيد. احنا كنا في المغرب، ارجعوا لنا بالماتش ده يا كنا في المغرب وخرجنا من كاس العالم. الجون ضيعه جمال حميد لضربه الجزاء. ايوه وقعدنا حوالي 10 ايام، ده 86 التصفيات 86 فكنا بنتمرن في الشارع. يعني انا مثلا انا وبدر ومش عارف مين في الاهلي كنا بنجري، لان عرفنا ان النادي الاهلي هيلعب بالناشئين خلاص، واحنا رجعنا بقى اساس احنا المعلمين. على فكره اعتقد حد ضاع من عندنا ضربه جزاء، يا سعيد الجدي كان فاروق جعفر او فاروق صح تقريبا. فاروق ده يديك اكبر مثال للماتش الجاي. الماتش الجاي الفرقه اللي عندها روح اللي هتكسب، اللي عندها روح، لان الماتش ده ممكن، انا متفق معاكم في حاجه، الثنائيات دي حبان قوي الماتش الجاي. مش هو اكرم واشرف، زيزو وبعلول، حمزه ومين الناحيه الشمال، زيزو ناحيه اليمين مع معلول، يعني حمزه مسلوز ما اعرفش مين هيلعب عليه. عشان كده يعني عشان كده بقول لك ايه، بنفكرك بذكريات قديمه معلش. لا ده 4-2 ده 3-2 ولا 3-2 3-2 حماده مرزوق، حماده مرزوق خلاص. فالثنائيات دي ممكن في حد يتفوق عليها او يقلل لك مستك. يعني مثلا معلول ممكن ما يتقدمش كتير، اكرم مش عايز يتقدم عشان بن شرقي، خطوره زيزو، لكن في، انا مش هقول لك، مش عايز اقول معركه عشان الكلمه مش كويسه، معركه في نص الملعب، لان السته كويسين الماتشين اللي فاتوا حتى باستثناء ديانج. ده الوحيد اللي بيعرف يغطي على الباكين، في مستوى عالي جدا للسولية دلوقتي، وفتح بالاخص احسن واحد الماتش اللي فات. الماتش اللي فات طبعا بتاع الزمالك منهم اتنين حريفه واحد بيعرف يقطع، فهتلاقي المشكله في الحته دي. لو حصل في ناحيه دفاعيه من الفرقتين انا اعتقد المباراه مش هتبقى فنيه او مهاريه كويس، لكن لو في خطوط هيقدروا يبان الشخصيه الفرديه يا اسلام، ان انا اقدر ارقص عشان اجيب جول، ارقص عشان اعمل سرور عشان حد يجيب جول. عمر او الجزيري بالنسبه للزمالك الاثنين واحد عندي من ايهما افضل بالنسبه، يعني هو في واحد سريع واحد بيلعب بدماغه محطه كويسه، فالراجل حسب ما يشوف، لان هو في الماتشين يعني غير. انت لو مكان كارتيرون تلعب بعمر ولا بالجزيري؟ لا في واحد في الاول اجاد وطلع ونزل عمر جاب جون، وبعدين عمر بدا فجاب جون، وبعدين خرج ونزل الجزيري، الاثنين بيكملوا بعض. وانا حتى عجبني كلام سيف ان اي حد ممكن يلعب، وكويس احنا عندنا في الزمالك مثلا راسين حربه كويسين، فدي هتفرق. كابتن رمضان نص الملعب، انت كنت موجود الاول في الماتش ده ولا لا؟ لا لا لا, 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 لا. ده المباراه دي كان في ايقاف لمجموعه من لعيبه النادي الاهلي، كنت انت من ايوه انا لما راحوا يتمرنوا بره خارج النادي الاهلي كنت حضرتك معاهم ولا كنت من الفرقه كلها، من المتمردين كان الفرقه كلها، مش يعني كل اللي موجود في النادي. كابتن رمضان عدى كلمه المتمردين. لا المتمردين دي لا هي زي ما قلت لك، هي يمكن كان في وقتها مشكله مع الكابتن جوهري، والكابتن جوهري صعب جدا، دماغه صعبه جدا، وكانت سهله جدا تتحل يعني. لكن الكابتن جوهري اي لعيب كوره تعامل معاه
انت عارف لو قال لك ارمي نفسك في البحر هترمي نفسك في البحر. شخصيه بيعرف يحتوي لعيبته بشكل كبير جدا هو مش جدا جدا والصحفيين لا يعني انا اتعاملت معاه انا اول يعني اول مره اتعامل معاه كنت منتقده في الجمهور لقيت الجوهري هو اللي بيكلمني لا 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 قعدت اربع سنين نايم. بص بص هقول لك حاجه اسلام الكابتن جوهري من المدربين اللي جم في تاريخ الكره المصريه وحتى واقول لك حاجه العالميه حتى ده من ال 24 ساعه ممكن يشتغل 18 ساعه يعني يشتغل الجزء بتاع الملعب وبعدين يروح للبيت يتفرج على مباريات ويتفرج على وحدات تدريب اوروبيه وبعدين مش يعني اقول لك انا اقول لك حاجه كان في كان ماسكنا وكان عندنا مباراه يوم الجمعه وهو احنا الحمل الاقصى مفروض الثلاث فالاربع ده بيبقى التمرينه خفيفه يعني كان بيتفرج على فيلم البوكس بتاع روكي والله العظيم زي ما بقول لك كده فجالنا تاني يوم قال لنا في اجتماع هو ما كانش في اجتماع ولا حاجه قال لنا في اجتماع ايه يا كابتن فيه بتاع فالمهم دخلنا الاجتماع على صلاح قال لك بصوا بقى انا امبارح كنت بتفرج على روكي دهوت وشوف عمل ايه وبيشتغل ازاي وبيتمرن ازاي واحنا لازم نعمل ايه وراح عامل لنا تمرينه قويه جدا جدا مش يعني حتى هو تخطى الحمل حتى بتاع اليوم يعني هو بيقول لك كان يعني من المدربين اللي كان بيموت في كره القدم طبعا. طيب انا سؤالي هل النص الملعب هو اللي يحسم مباراة القمة يعني التفوق بالنسبة في نص الملعب تحديدا بالنسبة في الأهلي ديانج السولية وهل لو لعب بالتلاتة يبقى أفضل للنادي الأهلي؟ هو بص أنا أقول لك حاجة هو مبدئيا يا صلاح إن هو يلعب بالتلاتة أعتقد إن التلاتة بيعملوا استحواذ كويس إذا كان ديانج أو إذا كان حمدي فتحي أو إذا كان عمرو السولية بيعرفوا يعملوا الاستحواذ فبالتالي الثلاثة على امام عاشور وعلى طارق اعتقد يبقى ممكن دي الكفه بتاعت وسط الملعب تميل للاعيبه النادي الاهلي زائد زي ما قلت لك ان هو اكرم توفيق مش هيعتمد عليه بشكل كبير طبعا هيديله واجب هجومي في فترات لان هو متامن بحمدي فتحي حمدي فتحي يمكن الماتش ده مش هيلعب بقى ب 3 4 3 لا ده هو هيلعب ب 4 3 3 اللي هو حمدي هيبقى مايل ناحيه اليمين يبقى الحته دي لو حتى اكرم طلع يبقى حمدي فتحي بيشتغل فيها عشان يتقفل على بن شرقي هو طبعا مهم جدا يتقفل على بن شرقي نادي الزمالك بيمتلك جناحين يعني افضل من بعض طبعا اذا كان زيزو او بن شرقي الاثنين الحقيقه مميزين جدا والاثنين مميزين في الاختراق للحاجات الحاجات اللي عندهم حلول زائد ان كاترون الحقيقه وجد لهم حلول كمان وجد لهم حلول في الجمل اللي انا بقول لك عليها بيشتغلوا وبعد كده تتحط على بن شرقي بيشتغلوا وبعد كده تتحط على خلي بالك الكلام ده مش منهم من اللعيبه لا ده متحفظين مدرب ده شو لما بتبقى في جمله صلاح واعتقد طبعا صلاح مدرب كبير لما بيبقى في جمله مكرره كتير في المباراه يبقى خلاص ده شغل مدرب لكن الحاجات بقى لما بتروح موقف واحد ضد واحد او كده التصرف الحاجات الفرديه دي ماشي فعشان كده انا بقول لك ان ممكن ثلاثة بتوع وسط الملعب ديانج وحمدي فتحي والسوليه يعملوا تفوق شويه على طارق وعلى امام عاشور كابتن صلاح ممكن موسيماني يفاجئنا ان ما نلاقيش ديانج في نص موجود في التشكيل اصلا والله اصلا انت عارفني ممكن ممكن طبعا انت بتدعي لا مش بدعي بس انت بيبقى عندك قوه زي دي كده ازاي مش شايفها لا ده بيعمل حاجات غريبه يعني بيغطي السرد باكين وده اللي بينجح بقى عرض ده اللي بينجح معلول واذا كان هاني او اكرم اللي بيلعبوا يعني روح ملكش دعوه فازاي ما يلعبش هو حر طبعا لكن احنا بنشوف بيبقى كويس قوي يطلعه مش عارف على فكره كان في حصل جدل بعد ما اطرد انذارين ومش عارف ايه من قوته طبعا طبعا انت قلقان وده خايف مش عايزه يلعب فدي حاجه كويسه لكن هو الوحيد اللي شايف حاجه عكسنا هو حر ما يلعبوش لكن انا متفق معاكم ان مش المعركه المشكله كلها هتبقى في نص الملعب لان السته في احسن حالاتهم خلاص
بس هو مين بقى مين احرف سنه؟ انت عارف السولاده دلوقتي تطور اداؤه زي طارق حامد، بيهاجم وبيشوط وبيرجع. وانا دي عايز اسال حضراتكم فيها، اللي هو الزمالك بيمتلك لاعب مهم جدا جدا اللي هو طارق حامد، تمام، لكن طارق حامد ما عندوش اي نواحي هجومية خالص. كويس، انت حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ان عمرو السوليه هو اصلا لما كان في الاسماعيلي على فكره يعني كان مميز مميز شويه، كان اللي هي الحاجه اللي كان دايما مميزه لحسام غالي اللي هو بيكمل فالفنان الاهلي عنده السوليه بيقوم بده، ديانج عنده القدره بيضرب ارض كمان بالزبط. يعني ديانج بيعرف يضرب 20 متر. الناحيه الثانيه عنده طارق حامد بس وعنده عشور. نواحي فريق امام عاشور عنده النواحي الهجوميه يمكن أكتر. اعلى شويه كويس من اتفضل. انت عندك امامه وعاشور زياده في الناحيه الهجوميه، هتضطر توقف لهم اثنين زياده في الناحيه الدفاعيه. لكن اللي مش باين في الاهلي مين اللي هيهاجم، هل هو ديانج ولا السوليه؟ لكن انت هنا في الزمالك عارف ان عاشور واوباما وطارق هو اللي واقف، لكن هيبقى فيه مان، هيبقى فيه ضغط على الثلاثه على بعضيهم عشان ما توصلش الكوره، لان طارق حامد عنده ميزه دلوقتي حتى وهو واقف بيعرف يطلع الوينجين اللي هو معلم يعني او الباكين، حتى ما بيتقدمش غير فين وفين. فدي حاجه مش عاجبه طارق حامد، والله وجهه نظر، مش هو رضا مش بيكره طارق، ممكن لعب رضا غير لعب طارق. لا هو دايما كابتن رضا بيبقى حابب اللاعب الكوره واللاعب اللي بيخترق ويعمل دريبل ويراوغ، في لاعب بيبقى عنده مميزات بدنيه بس هي كمان أكتر هي كمان ادوار ادوار يعني بالزبط. الدور بتاع طارق حامد الحقيقه لو مش موجود دور الجزء الدفاعي اللي كتير جدا في نادي الزمالك، لو طارق حامد مش موجود، طارق حامد بيقوم بدور يعني يمكن الناس ما تبقاش حساه قوي، لكن هو يعني اي كوره فيها مواقف واحد واحد مواقف حتى حد من الفرق الثانيه عامل زياده عدديه، هو اللي بياخد الحاجات دي كلها وبيعرف يستخلص. ويمكن من اللعيبه اقول لك حاجه، هو من اكتر اللعيبه اللي في مصر يمكن بعد ديانج الحقيقه اللي بيعرف يستخلص الكوره بسهوله جدا الحقيقه. طارق حامد دور مهم جدا جدا جدا. طيب يعني هل في مفاجآت يعني بالنسبه للزمالك؟ ما فيهوش مفاجآت في التشكيل، التشكيل بتاعه سابق، لكن يعني انا عايزك بعد الفاصل تقول لي ايه اللي انت خايف ان موسيماني يفاجئك بيه انت كاهلاوي وواحد من ابناء النادي الاهلي، يعني بتقول له عشان خاطري ما تعملش ده في ماتش في الماتش ده انا بوز دماغه كمان. بعد الفاصل مع الكابتن رمضان السيد والكابتن صلاح. فتبدأ الجولة الثالثة للدوري بخمس مواجهات غداً الخميس، فهيلعب البنك الأهلي مع ضيفه الإسماعيلي، وهيحل سيراميكا كليوباترا ضيف على المقاصة في نفس التوقيت، ثم هيلعب المقاولون العرب مع طلائع الجيش، وهيواجه الجونة منافسه فاركو، بينما هيستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً على ملعب استاد الدفاع الجوي. وبيدور صدام مصير بين بيراميدز والاتحاد بالأخص خارج الخطوط بين إيهاب جلال مدرب بيراميدز وحسام حسن مدرب الاتحاد. حصد بيراميدز 6 نقاط بعد الفوز على المقاصة وفاركو بنفس النتيجة 2-1، بينما حصد الاتحاد 4 نقاط بعد التعادل مع سموحة والفوز على فيوتشر، وسبق وتقابل جلال مع منافسه حسام حسن 13 مرة، وبيراهن بيراميدز على نجومه الكبار وعلى رأسهم عبدالله السعيد ورمضان صبحي والمغربي وليد الكورتي. كمان الاتحاد بيعول على تألق هداف الدوري الأنجولي مابولولو، وفي لقاء آخر هيبحث الإسماعيلي عن انطلاقة جديدة أمام البنك الأهلي في أول مواجهة تحت رئاسة يحيى الكومي اللي دخل في صدام مع المدير الفني طلعت يوسف المصاب بفيروس كورونا وهدد بإقالته من منصبه. ومن المنتظر أن يقود الدراويش محمد صلاح أبو جريشة بشكل مؤقت وسط أنباء عن تعيين مدرب جديد بعد لقاء البنك الأهلي، بينما بيتطلع خالد جلال مدرب البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة أمام الأهلي في الجولة السابقة. مكملين معاكم مع طبعا النجم الكبير كابتن رمضان السيد والنجم الكبير كابتن
محمد صلاح كابتن رمضان يعني ضروري في اتنين لعيبة انا في رأيي يعني ما يخرجوش أليو ديانج يعني ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله وما يخرجش لان لو خرج فيه مشكلة الحقيقة. طب يطلب يعني ربنا يسهل ويلعب. لا يعني لازم يلعب مش عارف يعني افضل ديفندر موجود في الدوري المصري. الحالة اللي كان عليها حمدي فتحي في المباراة اللي فاتت الحقيقة حمدي فتحي فورمة عالية جدا جدا فعلا جداً. فبالتالي الاتنين دولت ما يخرجوش والاتنين دولت تقل في المساندات الهجومية بيعرف يعملهم مساندات هجومية حتى حمدي فتحي بيشتغل في حتة تسديد بشكل كويس لما بيقرب وفي نفس الوقت ديانج ده يعني قوة كبيرة جدا لأنه هو مش بيعمل لك تغطية مثلا لعشرة متر أو خمشار متر ده بيعمل لك تغطية مثلا بعرض الملعب كله يعني أي مساحة بتفضى ناحية اليمين تفضى ناحية الشمال تفضى في العمق ديانج ده هو اللي بيغطيها لك وبيغطيها لك وفعلا بيستخلص فطبعا الاثنين دولت مهمين جدا لا غير ان هو بيستخلص وبيبني هجمه بالظبط بالظبط يعني بيضرب ارض بالظبط ده بيضرب ارض بيضرب 20 متر هو الرئتين عنده رئتين والله ده لعيب انت محتاجه زي طارق محمد مجدي قفشه الحقيقه انا يعني ما حبوش يلعب جناح شمال لان انت بتقلل من خطورته في العمق تميزه ان هو يبقى يعمل لك في حته العمق دي رقم 10 ده لان هو بيعرف يلاعب الناس اللي تحت بالزبط. يعني بيعرف يلعب لك محمد شريف بيعرف يلعب لك بيرستاو لو لعب اكرم توفيق لو طلع كل الناس اللي في التلت الهجومي قفشه هو اللي بيتحكم في الريتم اللعب فبالتالي لما بتوديه ناحيه الشمال هو ما عندوش سرعه ماشي وفي نفس الوقت مش هيعمل لك اختراقات هناك مثلا في المساحه دي اذا كان حد مثلا واقف فيها يعني احنا يمكن مباراه الاسماعيلي زي ما اتفقنا قلنا ان هو عمل 3 اسيست عشان كان في مساحات كبيره جدا يعني ما حدش كان ماسك حد يعني حتى القفش هو بيعمل الاسيست وفي نفس الوقت حتى بيرستاو لما بتروح له الكوره يعني مرات كتير جدا جدا في المباراه ما كانش حد ماسك حد فقفشه ممكن بقى يعني في وجود الثلاثه حمدي فتحي وديانج وعمرو السليه يحرروا يعني ما يبقاش بقى جناح شمال يعني ممكن يلعب من تحت شريف او اذا الكابتن رمضان السيد يناشد موسيماني بعدم يعني ان هو ما يقعدش على الدكه طبعا أليو ديانج وحمدي فتحي وحمدي فتحي لا هم دول اللي هو بيتحرك فيهم لان تقريبا هو لما صلاح زي ما بيقول صلاح كده هو لما بيلاقي أليو ديانج ده فايق هو حمدي فتحي واخد كمان افضل لاعب في المباراه اللي فاتت في الجوله الثانيه بالظبط في الجوله كلها من الرب طيب كابتن صلاح تنصح انت موسيماني ما يلعبش ديانج انا صلاح انصحه الاثنين ما يلعبوش كارتيرون هل الافضل لي هل ممكن يفكر ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب مدافعين ثلاث ديفندرات يعني ممكن نلاقي اوباما ليه مهام دفاعيه اكتر مع طارق حامد وامام عاشور ولا هيلعب بطريقه هجوميه هيبقى في لا هو بطبع تعليمات هجوميه ما بيغيرش يعني العشرة ثابتين لو طلع اوباما زي الماتش اللي فات بيلعب مصطفى لكن مش هيقدر يلعب بثلاثه مدافعين زي تشكيله مثلا الاهلي كده زي ديانج وحمدي فتحي لان هو عايز يهاجم وعايز يكسب صرف النظر حتى لو فيهم واحد او اتنين بيهاجموا لكن الملكه مش هجوميه عنده هو اصلا مدافع لكن هو اتعود وخلاص الولاد زي ما رمضان بيقول خدوا على بعض وعارفين لعبوا بعض حتى في تغيير الاماكن كل واحد عارف لو لعب شمال هيعمل ايه مين هيعمل ايه فعنده هو بن شرقي واوباما لو بدا او مصطفى وزيزو دول عندهم الحريه الحركه بتديهم مساحات كبيره يقدروا يلعبوا فيها ورا بقى اسكان يعني قدام اسكان عمر او سيف بيعرف يتحرك فدي هتخلق لو غير ولعب زي الاهلي ثلاثه او على الاقل اثنين مدافعين مثلا لاعب زيزو وطارق واحد قدامهم الناحيه الهجوميه هتقل لانك انت جايب واحد مثلا زيزو من فتره كبيره ما بيلعبش لكن اوباما بقى له بس 3-4 أيام ما بيلعبش ممكن يكون سليم وممكن يكون مش سليم لكن التشكيله دي ثابته زي ما عمل اف مش لاعب عبد الشافي وبعدين رجع راح مرجع مين انا بتكلم في طريقه اللعب هل هتختلف في الاهلي بصرف النظر عن التشكيل ما يقدرش يلعب ثلاثه مدافعين او الافراد يعني احنا بنسميهم ثلاثه مدافعين على الورق لكن ممكن يكون عندهم مهام هجوميه لكن على الورق ما يقدرش يلعب كده وما يقدرش يغير دلوقتي
لكن لا عنده وقت يدرب على تغيير الطريقه او يفضل المهام. هتلعب ضد فلان فده ميزاته كذا فهنعمل ايه وهنقفل فين وكده. وانا بقول لك في فرقه من الفرقتين هيضغطوا، هتضغط على الفرقه الثانيه من قدام عشان سهوله المباراه تخلص بدري. مين اللي بيتعامل يعني تحت ضغط افضل او ممكن او العكس او بيرتبك وقت ما يعني الاهلي ولا الزمالك؟ لا بيرتبك وقت ما قلنا الزمالك بيرتبك او الاهلي يبقى دول بقى مش كبار، مش اكبر دين في مصر. لا ما لا ماشي ما طب ما انت ممكن يعني تغلط في باص او ترهيص. الاهلي قدام البنك الاهلي ما كان في ضغط في فتره. أيوة من الفترات في اخر 10 دقايق هتضطر تعمل ايه؟ كان البنك الاهلي مستحوذ. ايوه عشان انت خسران ماشي، والاهلي كسبان وبيدافع. كابتن صلاح الضغط منين؟ من فوق. النادي الاهلي اضطر يعمل ايه؟ اوفرات. صح؟ ما ده الوقت اللي أيوة هو حصل اخطاء الطوارئ. الطوارئ مش ممكن فرقه تضغط عليك وهتلعب في ال 18 عندك. هو صلاح خالد جلال يعني عرف يضيق مساحات بشكل كويس قوي، وعرف يلعب على مفاتيح اللعب بتاع النادي الاهلي. طيب الاثنين دول عملهم بشكل كويس قوي. كابتن رمضان يعني موسيماني بيحمد ربنا ان شيكابالا مش هيلعب؟ اكيد شيكابالا يعني اقول لك حاجه، شيكابالا عمل يمكن حاجه غريبه جدا في 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 لعيب الكوره. يعني يمكن شيكابالا في اخر موسمين بينتج اكتر من مواسم كفاتت وهو صغير. يعني لا شيكابالا الحقيقه وصل لنضوج كبير جدا جدا جدا، ولعيب مؤثر طبعا. مؤثر بشكل كبير طبعا يفرق. لا ده كمان في الحقيقه ورقه بره الحقيقه لكارترون. الحقيقه مصطفى فتحي انا في رايي ده من افضل اللعيبه اللي كانوا في الموسم اللي فات في الدور الثاني موجوده في الدوري المصري، من افضل اللعيبه يعني الاجنحه اللي كانوا موجودين في الدور الثاني كان سموحة. مصطفى فتحي مع سموحة. بيعوض يا كابتن صلاح غياب شيكابالا مصطفى؟ بس عنده مصطفى عنده ميزه لازم تخليها له، نلعب على طول سرعة. لا يلعب على طول. هو لما بياخد على طول بيبقى في ثقه. بص باتشيكو عامل ايه مع مصطفى؟ هو فهمه ان انت مش هتبقى اساسي، هتلعب ربع في نص في تلت. ما ينفعش. هو بان في سموحه ازاي؟ احمد سامي لعبه ده بكل 90 دقيقه على طول. ما بيخرجش وما فيش ضغط حتى جماهيري، لكن طلع اللي عنده، اداله الثقه بارتاحيه جدا. فالولد اصلا بطبعه مهاري وعنده سرعه، علمك سريع جدا. اه طبعا يعوض شيكابالا. يعوض شيكابالا طبعا غصب عنك. شيكابالا بيلعب دور دلوقتي احنا كزملكاويه عارفينه، اللي هو القائد والتجميع اللعيبه والروح والاصرار. لان ده عمله في فتره الاجازه بتاعه الاولمبياد في اسكندريه اللي هم ال 20 يوم. فده دور لا يقل عن دوره في الملعب. بل بالعكس في الملعب ممكن يكون الملعب واخده ما يبقاش يقوم بالدور ده جامد، لكن بره هو عارف هو بيعمل ايه. انا بتكلم عشان شيكابالا وتحديدا هو عموما يعني بالنسبه لماتشات الاهلي بيتعامل معاه بشكل مختلف في الملعب. فبيعمل ضغط نفسي على المنافس. صح. الى جانب الماتشين او الماتشات الاخيره سجل هدفين. سجل. وعمل يعني ده حتى لعبه واحده بلعبه واحده بالظبط نفس اللعبه. لا هو لا فهل ده ليه تاثير سلبي على الزمالك في المباراه دي؟ بالعكس خلي بالك في حاجه نقطه انتقاميه حميده يعني مش وحشه. ان انا حاسس بظلم وقع على شيكابالا انا كصديق او صاحبه يعني. فانا عايز اعمل حاجه اقول له خد دي هديه. فدي ممكن تاثر بلاعيبه الزمالك بالايجاب، ودي هتحصل. لان هو الاجتماعات اللي بيعملها وبس الروح لازم نكسب عشان نفرق وكده، دي هتخلي اللعيبه تدي اكتر ما عندها. لكن مصطفى يقدر يعوض شيكابالا ونجم. طبعا ونجم برضه خش لسه فرصته. لعيب كويس جدا لسه. فهي دي المحطات اللي احنا بنقول عليها مين يكمل مين. طيب انا عارف ان الماتش في الاسبوع الثالث يا راجل ماشي حصل بجد تقريبا. والناس بتتكلم ان ايه ده ماتش بثلاثة بونت ما ياثرش على مسيره الدوري. هل انتم متفقين على المقوله دي ولا هي نفسيا ممكن هتاثر المكسب في المباراه ياثر على الفريق بشكل عام
وعلى اي من المدربين على مصيره في الدوري بشكل يعني بعد كده. لا هي يمكن مش هتأثر، يعني هتأثر ولا لا؟ هي مش هتأثر على المسابقه بشكل عام، لسه بدري قوي، لكن تأثر يعني على المدربين. لكن تأثر على المدربين يعني بشكل كبير جدا، خلي بالك. لكن ان اي فرقه فيهم تخسر او هيتعادلوا او اي نتيجه سلبيه، لا في وقت كبير جدا ان هم يعوضوا، اذا كان الاهلي او اذا كان الزمالك الحقيقه. لكن انا هنا في كنت بتسال صلاح الحقيقه يا اسلام، ان هل الزمالك ممكن يلعب بثلاثه؟ اه ممكن يلعب بثلاثه، ممكن يلعب بطارق حامد سته، ويلعب قدامه زيزو ناحيه اليمين، وامام عاشور ناحيه الشمال، ويلعب مصطفى فتحي في الحته زي الماتش اللي فات. اعتقد ان لو عمل كده يبقى هو برضك ايه، هيبقى عامل حساب في حساباته الفنيه ان النادي الاهلي بيلعب بثلاثه، والثلاثه دول ممكن يعملوا استحواذ وممكن يعملوا تفوق كمان. فبالتالي الـ ممكن يبقى تفكير كارتونون الحقيقه ان هو يلعب ب احمد سيد زيزو طارق سته، وامام عاشور واحمد سيد زيزو بيكملوا في النواحي الهجوميه ويردوا في النواحي الدفاعيه، وكمان هيبقى عنده ورقه ناحيه اليمين، ورقه قويه جدا جدا جدا، مصطفى فتحي. مصطفى فتحي، مصطفى فتحي يقدر ان هو يستعين بيه في مع يعني مع ظروف الماتش، ولا يبدا بيه كابتن؟ لو ما بداش بيه يبقى هيلعب اوباما. لو اوباما مش سليم هيبدا مصطفى. لا هو اوباما سليم هيلعب اوباما. تاثر خلي بالك على خلي بالك في ماتشات اهلي والزمالك، تاثر على كارتينون على الاثنين. شوف هو اللي هيفرق ثلاثة بونت دلوقتي. اولا في قلق جماهيري، السنه اللي فاتت اول ثلاث ماتشات الاهلي كان عنده، كان يفرق عن الزمالك كان نقطه باين صح. وكان الناس متوقع الاهلي ياخد الدوري بالظبط، الزمالك في الاخر لا، هي وصلت كان أربعة بونت. فدي هتاثر حتى تفكير مع الجماهير. يا رب هيحصل زي السنه اللي فاتت ولا ايه، مع ان لسه بدري جدا جدا. ولذلك اتسالت سؤال، هل احسن اهلي والزمالك تلعب في الاخر؟ انا بقول لا. ده صح، لا ده قرعه والمتعه هنا. ما انا ما استناش في الاخر يكون حد خد الدوري كله مشدود. لا ما تتفرجش على الجمهور ياثر طبعا طبعا. انا اتمنى طبعًا يكون يعني اكتر من كده بكتير، لان حتى صوت الجماهير حتى مع قله العدد احنا بنسمع هيبقى اكتر شويه. ماشي تمام حلو. لان انت اللعيب محتاج ان انت تشجعه حتى لو دخل فيه الجون هو بيشجعك، فانت بتطلع بيبقى عندك باور زياده يا اسلام عايز تطلعه. لكن في الصمت ده انت بتلعب كانك في التمرين. فدلوقتي عدد الجماهير دي شكل ادى شكل مع التصوير مع الاتش دي اللي في الحاجات الكويسه، اتمنى ان هي تكمل كده باستمرار مع الحكام. خلي بالك حكامنا في منتهى الجمال والخطا وارد، لكن حتى بادئين السنه دي، ما بنتكلمش على السنه دي بس، لكن بادئين حتى بالزي بالحاجات دي حاجه ابتدى يتنقل نقله تانية. مع عوده الجماهير اعتقد ان الدوري ده هيبقى ليه شان تاني. محمد اتفضل. محمد عادل الحقيقه عامل مباراه الاسماعيلي تحس انه حكم اوروبي، هو الاقرب، عامل زي ما يكون حكم اوروبي. تحت الكوره في كل وقت، حتى في كوره الحقيقه كان فيها سيميليشن، يعني هو حتى يعني كان بينه وبينه 3-4 ياردات، عامل جيم كبير قوي الحقيقه. ممكن ياخد المباراه دي وهيأديها بشكل كويس قوي. انت هتسال قول لي إيه؟ اصعب ماتش قمه انت لعبته؟ اصعب ماتش قمه انا لعبته كان اهلي وزمالك، تعادلنا فيه وخدنا الدوري، و كان في هدف لحسن شحاته كان موجود فيه، ده كان اصعب ماتش. ده اللي اتلغى اللي هو الكابتن عبد الرؤوف الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز. اصعب مباراه لعبتها يعني. ولكن احنا الحمد لله عملنا نتيجه. صعوبتها في ايه؟ الزمالك كان اقوى واتلغى الهدف، يعني احنا يمكن كنا مضغوطين شويه في على اساس ان احنا كان التعادل في صالحنا، فكنا 0-0. انت اللي كنت مغطي الاوفسايد يا كابتن؟ لا ده ماهر. ماهر كان كابتن ماهر. انا ما كنتش بروح الحته دي خالص يعني. انا حتى تليفت صوره مسك دماغه والله. فهو زي ما بقول لك اصعب موقف ليك في ماتش قمه ما تنساهوش، لما حسن شحاته برضه جاب الجول ولا لا؟ بطاطا طبعا. ده لا لا يعني حصل مع لاعب معين. لا والله يعني يمكن احنا، انا اقول لك حاجه يا اسلام، احنا اعتقد احنا الجيل بتاعنا
كان عنده ثبات بشكل كبير جدا وعنده ثقه بشكل وعنده خبرات كمان ان هو يلعب الماتشات دي الثقيله والحاجات دي كلها، فما كانش فيه مشكله تمثل لاي حد ولا زمالك ولا اهلي ولا لعيب الزمالك ولا لعيب الاهلي. كابتن صلاح، اصعب ماتش انت يعني لعبته ماتش اهلي وزمالك؟ شوف، هو في ماتش احنا خسرناه بتاع زكريا نصف اخر دقيقتين 1-0 ده كنا احسن، وحتى لو 0-0 كان كويس قوي بالنسبه لنا. بس هي الكوره بتاعت كان تومسون او توسون اللي ما دخلش، و ده اصعب ماتش. اصعب ماتش ما كناش متوقعين خساره، احنا كنا كويسين. لكن بالنسبه لي طبعا كان اول ماتش بعد هزايم وتعادل كتير في السبعينات بتاع مايكل ايفر بتاع 2-0 بتاع لكن أحمد. طيب هل في موقف معين مثلا ما تنساوش مع لاعب مع نجم مثلا؟ شريف عبد المنعم كان مره عدى، ما تعرفش شريف كان لعيب كويس وسريع وبتاع، وكان انا عندي كنت متجبس في تونس فاكر، كنت بلعب بنزيف هيجي تلج ومش عارف ايه وبتاع، فعدى 3-4 مرات وهو سريع جدا، وبعد اطرد في الماتش ده. انا اعتقد كان شريف كان من اللعيبه اللي كان ممكن لو في احتراف كيان تاني يروح اوروبا، بس هو ما كانش حاطط الكره في دماغه. ما تعرف هو حط تحليل دلوقتي هو على طول. كابتن رمضان السيد شرفتنا ونورتنا ودايما بتشرفنا. ربنا يخليك يا اسلام، انا بشكرك كابتن، سعيد جدا وانا معاك يا اسلام. الله يخليك جدا بشكرك. قاعدين فادي قاعد بيزعق في الاربيز. بشكرك كابتن صلاح، شكرا يا اسلام، دايما بتنورنا وتشرفنا يعني. بشكر طبعا الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد صلاح. بكره طبعا حلقه جديده في البريمو، تصبح حركه.